انفصال الروح عن الجسد لا يعني دوما النهاية. الأرواح تتلاقى ليس فقط في الموت بل بالحياة كذلك. بعضها يراقب فقط بينما البعض الآخر يسعى للانتقام. كان بدأ أزيز الحشرات بشقوق الجدران عاليا وسط هذه اللحظات من الصمت. استمررت بالتحديق إلى باب الشقة شبه مفتوح، مختلس النظرات نحو الفتاتين بالداخل عندما لازت ليلى بالصمت أخيرا. كنت مشوش الفكر، أقلب ما حكته برأسي محاولا استنتاج خيط ما يقودني لفتح حديث معه، لكنني لم أكن قد توصلت لشيء بعد، لذا طال الصمت أكثر، خاصة وقد اكتفت هي بالتحديق للأرض بوهن. تذبذب الضوء المقبل من الأعلى قليلا فرفع كلانا رأسه مستطلعا ما يحدث، لكنه سرعان ما ثبت فعادت هي تنظر للأرض، ونظرت أنا اتجاهها لأقول بصوت خافت: كيف؟ كيف ذلك؟ لم أحصل على إجابة منها، فعاودت سؤالها. هذه المرة حدقت بي قليلا ثم تفادت النظر إلى وجهي لتقول: حسنا، حين تكون خارج جسدك يصبح بمقدورك التلاعب بأفكار الآخرين، أعني هما تكرهان بعضهما بالفعل، لم تحتاج إلا إلى دفع فقط. ثم توقفت عن الكلام تاركة إياي لخيالي والذي بدأ برسم ما حكته لي. هذه المرة شعرت بالنفور لا الدهشة، فالتزمت الصمت. اتضح أن انفصال الروح عن الجسد وعودتها ليست بهذه السهولة. اعترتها آيات الألم حين نطقت بهذه الكلمات، فانتبهت، ضاقت عيناي، ثم قلت لها: إذن أنت لست. فقطعت كلماتي عندما حركت رأسها نفيا وأشاحت بوجهها عني: إن جسدي يركض بمستشفى قريب من هنا. ثم مر طيف ابتسامة ساخرة على وجهها وهي تتابع قائلة: يبدو أن روحي لم تعد تجد جسدي ملائما لها. ثم عاودت الابتسام بمرارة، لكنني لم أرى ما يضحك بالأمر، على العكس تماما، كنت أحدق بها بهجوم وقد تلاشى أمل الأخير بطلب المساعدة منها. أبعدت نظري عنها بحنق لا يد لي فيه، تحركت لأبتعد متجها إلى درجات الطابق الأعلى علني أتمكن من الوصول للسطح. فالصراخ طلبا للمساعدة كما كانت خطتي الأولى، لكنني انتبهت فجأة لقبضتها والتي اشتدت فوق ذراعي. إلى أين تذهب؟ قالتها بعين مندهشة، فحملقت بها دون فهم. بل ابقى هنا، قالتها وكأنها تقر أمرا واقعا، فحدقتها بنظرة قلقة منتظرا أن تخف قبضتها عن ذراعي، لكنها استمرت تعتصرها دون حراك. بدت كأنها تسمرت فجائيا. حين بدأت أحاول سحب يدي من قبضتها أدركت كم كانت قوية حقا بالنسبة لأنثى، لذا توترت أكثر، قد هالني أن أتذكر أنني لا أتعامل مع بشر أصلا. ليلى، ليلى، نطقت اسمها بنبرة ضعيفة علها تستجيب، لكن كلماتي تبعتها أنت ألم وانتفاضة حين بدأت قبضتها تشتد أكثر حتى أوشكت أظافرها الغوص بالجلد البارد. لم تكن تتحرك بل ظلت تحضك به فقط ودون كلام. تحول توتري إلى خوف ثم نضج ليتحول إلى ذعر. توالت محاولاتي للتخلص منها، صحت بألم أكبر حين بدأت أفقد الشعور بذراعي. قبضت على يدها الملتفة حولها بكلتا يدي أحاول الفرار. كان الأمر أشبه بالوقوع في قبضة تمثال حجري، لأنها سكنت تماما
مبدية تجاهلا تاما لوثبي وصراخي المتتابعين. أبعدت عيني عن يدي بينما أحاول تخلصها. رفعتهما نحو عينيها واللتين ظلتا متسعتين تحدقان بجهة واحدة دون أن يطرف لها جفن أو تبدو عليها أي أمارة تدل على إدراكها لما يحدث أصلا إلا من قبضتها فقط، والتي ازداد خناقها على يدي ببطء وكأنها تحاول اقتلاع ذراعي. اهتز الضوء من جديد بالأعلى، بدأ صياح يشتد حين انغرزت أظافرها أخيرا بالجلد لتبدأ النقاط السوداء بالظهور أمام عيني والنقاط الحمراء بالانبعاث من يدي. رمش الضوء أكثر في هذه اللحظات وسط صراخي. أصبحت أدفعها عني دفعا وقد أصبت بالهلع، حتى إنني بدأت أصيح بالسكان كي يبعدوها عني أو يبعدها عني أحدهم. الألم اشتد فعلا، صدر طنين مقزز بأذني، فعودت الصراخ حتى انطفأ الضوء فجأة ثم غرقت بالظلام الدامس. في هذه اللحظة فقط اختفت القبضة عن يدي وتحررت. كم مضى من الوقت؟ لحظات أو دقائق، ربما ساعات مرت دون أن أشعر، وأنا قابع أرضا أستند بظهري إلى سور السلم، يداي تحيطان بساقي المضمومتين إلى صدري، وجسدي بالكامل يرتجف وسط الظلام. لم أشعر في حياتي بالعجز كما شعرت الآن. رغبت بالبكاء إلا أنني كنت أخشى أن يدفعني هذا لعمل أحمق. رغبت بالصراخ لكنني خفت أن يسمعني أحدهم، بل أنني وددت لو أتمكن من التكوم حيث أنا وفقدان الوعي مرة أخرى. لولا خشية الألم إن استيقظت لأجدهم يمثلون بجسد اللاواعي. صدرت فرقعات خفيفة تردد صداها بالفراغ حولي، ثم عادت الأضواء من جديد، فرفعت عيني تلقائيا دون أن تنحل يدي من حول ساقي ناظرا حولي. ليلى اختفت. شككت بهذا حين انحلت قبضتها عن يدي، لكنني وقد عاد الضوء الآن أدركت أنها لم تختفي وحدها، لأنني كنت أحدق بجدار مصمت تماما. احتبس الهواء بصدري وعقلي يحاول انتزاع نفسه من حالة الشلل دون جدوى. أغراني البقاء هنا والتقوقع وليحدث ما يحدث، الموت خوفا أفضل من الموت ألما على الأقل، لكن غريزة الهرب داخلي وخزتني كي أعاود التفكير من جديد في طريق الخلاص. كان أمامي خياران، إما العودة إلى الأسفل مغامرا مقابلة السكان والذين طرقتهم للتو وقد أتمكن من الوصول إلى الباب والخروج دون التعرض للأذى، وإما إكمال طريقي إلى الأعلى بحثا عن السطح، ربما أتمكن من الصراخ أو حتى القفز إلى مبنى مجاور كي أنجو. عودت الانتباه إلى الجدار الفارغ أمامي، لكن هذه المرة توقفت عن محاولة تعقل ما حدث أو علاقة انقطاع الضوء باختفاء الفتاة والشقة. عوضا عن هذا كنت أفكر في احتمالية أن انقطاع الكهرباء أخفى الشقق بالأدوار العلوية كما حدث هنا. دفعتني طريقة التفكير هذه إلى الضحك، لكنه كان ضحكا ماسخ المذاق. حاولت إقناع نفسي بأن الأمل في الخروج ما زال موجودا. تحاملت على نفسي لأنهض، وقفت بمكاني للحظات كي أستعيد الشعور بساقي، ثم تحركت بتراخ لأصعد وأنا أفكر في إمكانية كوني مخطئا. ماذا إن كان التوجه لأعلى هو طريقي للهلاك؟ وسط استسلامي كانت فكرتي الوحيدة هي فالأصعد وليكن ما يكون. أول ما لاحظته قبل أن أصل حتى كانت الحرارة. الهواء أصبح ثقيلا حتى صار التنفس أمرا شاقا، علاوة على الرائحة الغريبة والتي كللت المكان بالكامل. شككت في ماهيتها،
لكن ما إن وضعت أولى خطواتي بالطابق حتى تأكدت شكوكي. فالرائحة المثيرة للغثيان تلك لم تكن سوى الرائحة الصادئة للدماء. اعتصرت صورة السلم بأصابع متجمدة، وقد أنستني دهشة المشهد قدرتي على التفكير السليم. لم يكن هذا طابقا أصلا، بل كان حجرة. اتسعت عيناي كي تمتص الضوء الضعيف المقبل من مصباح شبه ساقط بأحد الأرقان. كان المشهد غريبا بالفعل. انتهى درجات السلم بين جدارين مستطيلين، وامتدت الحجرة أمامي مبعثرة الأثاث، وكتل من الدماء المتجلطة تغطي أجزاء من أرضيتها، ثم انتهت بباب قديم ثنائي كجميع أبواب الشقق والتي قابلتها بالأسفل. رأيت عبره ممر السلالم وجزءا من درجات صاعدة لأعلى، أي أنني كنت أرى الطابق من داخل الحجرة هذه المرة لا من خارجها. ألمني صدري فأدركت أنني كنت قد توقفت عن التنفس، وبالتالي أخذت نفسا عميقا. تخلت يدي عن صورة السلم خلفي ليتقدم بخطوات مسرعة لكن حذرة، ووجهي قبل الباب. أردت الخروج من هنا قبل أن أقابل ما لا تحمد عقباه، لكنني عجزت عن التركيز. تلفت أنظر حولي بفضول ممزوج بالرهبة. الحجرة كانت عادية للغاية، لا أثر بها للقدم. على العكس كان أثاثها حديث الطراز وإن كان ممزقا. هناك جهاز عرض بأحد الأرقان أغلبه يركض فوق الأرض. لوحة مفاتيح خاصة بكمبيوتر رأيتها تحتل المسافة الفاصلة بين مجموعة من الأوراق المجعدة، أظنها لوحات أو صور. هذا بخلاف كتل الدماء المتجلطة والمختلطة بالعفن فوق الجدران والأرض. سواء أكان هذا المكان شقت أحدا يوما ما، أم كان أحد الأشياء اللامفهومة والتي اعتدت رؤيتها منذ دخلت المنزل، فهناك شيء مريع حدث هنا. أعادت هذه الفكرة انتباهي، فعدت الإسراع بخطاي بعد أن كنت قد توقفت. لكن ما إن وقعت عيني عليه حتى توقفت فجأة ومن دون إنذار، وقد اختلق قلبي بين ضلوعي. لم يكن شخصا أو حتى شبحا، بل كان هاتفا نقالا صغيرا ملقيا بإهمال جوار الجدار. أرجوك اعمل، أرجوك اعمل، كنت أرددها بنفسي حين أسرعت نحو الجهاز لألتقطه بيدي الراجفة، داعيا أن تكون هذه وسيلتي للخروج. توقعت ألا يعمل بالطبع كجميع الأشياء الغريبة هنا، لكنه ولدهشتي أضاء بسهولة. أضاء حين ضغطت على أرقام الطوارئ وضعا إياه قرب أذني وجسدي ينتفض، ثم سمعت الرنين. تلاحقت أنفاسي وأنا لا أصدق الخلاص أخيرا. نظرت حولي بقلق متوقع أن يهب شيئا ما لقتلي بين اللحظة والأخرى، لكن شيئا من هذا لم يحدث، بل استمر الرنين لحظات قبل أن يرتفع الصوت الخشن من الجهة الأخرى مجيبا اتصالي. أردت وقتها أن أصرخ، أن أقفز بمكاني، لكني تمالكت نفسي وأنا أصيح طالبا النجدة. خرجت كلماتي ملتاعة وغير مترابطة، فحاول الشخص بالجهة الأخرى تهدئتي. أدركت أنه يسمعني، يسمعني فعلا. عودت الصياح من جديد به ليأتي ويخرجني من هنا. يبدو أنه فاهم كلماتي لأنه سألني عن العنوان، فأجبته وقلبي يتواثب. جئت أكمل كلامي لكن صوتا جافا جاء ليقول: لو كنت مكانك ما فعلت هذا. وثبت من مكاني ناظرا إلى حيث صدر الصوت. اكتشفت أن هذه المرة ليس آتيا من الهاتف، لكنه من خلفي، تحديدا من أمام الجدار المواجه لي، ولأكون أكثر دقة، من شاب وسيم الملامح
يجلس بوهن مستندا إلى الجدار الداكن خلفه وقد فرد ساقيه أمامه. اشتدت قبضتي على الهاتف وأنا أتراجع مستعدا للركض. بصعوبة أدركت أن الاتصال انقطع، وبوهن أدركت أنني في مأزق جديد. الله فقط من يعلم ما سأواجه هذه المرة. كان عزائي الوحيد هذه المرة أن هناك من هو قادم لإنقاذي. علي الصمود قليلا بعد. نظرت اتجاه الباب بلهفة ثم اختلست النظر اتجاه الجالس. كان يبادلني النظر بتركيز، فأدركت أن أي حركة سأقدم عليها لن تكون لصالحي. لذا لم يكن بيدي سوى القيام بالشيء الوحيد والذي قد يبقيه بعيدا عني للفترة المقبلة، وهي الإنصات. حدقت به بنظرة متسائلة ليأتي صوته المخملي قائلا: هل شعرت يوما بالوحدة؟ ثم أخذ يتكلم: يا له من يوم ممل، بطريقة ما لم أستطع التفكير سوى بهذه العبارة طوال النهار. لي عذري بالتأكيد، لست أتذمر لمجرد التذمر، لكن النهار ببساطة كان حقا مملا. أغلقت مشغل الأغاني بالسيارة وأنا أخطو خارجها ناظرا إلى المبنى الذي أسكن به. علمت أنني على وشك قضاء يوم ممل آخر. لعلك الآن قد بدأت بالتأفف، لكن صدقني لو كنت بمكاني أتحداك ألا تفكر مثلي. فعلت كل شيء، رأيت كل شيء، ذهبت إلى كل مكان يمكنني الذهاب إليه، والآن لم يبقى لي سوى الجلوس وانتظار شيء ما لا أدري كنه، لكنه آت لا محالة ليزيل عني الملل أو ربما ليزيده، لا أدري حقا. لكن لذة الانتظار تلك كانت الشيء الوحيد ذا المعنى بحياتي هذه الأيام. أغلقت باب السيارة وتوجهت إلى شقتي بالدور الأول لأفعل كل ما اعتدت أن أفعله يوميا: حمام دافئ، ثم بعض الوقت أمام جهاز العرض الكبير، أو ربما التقاط بعض الصور هنا وهناك لأخلد للنوم بعض الوقت. وبالفعل قمت بتبديل ملابسي، أخذت حماما دافئا، لكنني هذه المرة توجهت إلى حجرتي. ليس لدي رغبة في مشاهدة أي شيء الآن. ناظرا إلى حاسبي المحمول اكتشفت أن ليس لدي الرغبة بمحادثة أحد حتى. ربما هو الاكتئاب، هكذا حدثت نفسي وأنا أخلد الفراش دون رغبة حقيقية بالنوم. أطفأت نور الحجرة، استلقيت هناك ناظرا إلى السقف. الظلام يعمل كمرآة مجبرا إياي على التفكير من جديد في أمور حاولت تجاهلها لأكتشف ألا فائدة هناك. أنا وحيد، وحيد تماما لو صح للقول. أمتلك الكثير من المعارف ربما والأصدقاء كذلك، لكنني لا أنفك أشعر بالوحدة والفراغ. حرقت عيني ناظرا عبر باب غرفتي الصغيرة المفتوح. اللوحات المعلقة فوق الجدران تلك كلها لي، كلها ملكي، بل وربما هي الشيء الوحيد والذي بقى لي في عالم أصبحت أمقطه. الوحدة والملل، قلتها لنفسي بصوت سمعته بالكاد ثم ضحكت. الوحدة والملل أحيانا يعملان كعامل رائع يقود إلى نهاية أروع، ألا وهي الانتحار. لكن بما أنني لا أملك طرف اختيار مثل هذه النهاية، فسأظل إذن أتجول بين جفني الوحدة والملل
إلى ما شاء الله. عدة دقائق أخرى قضيتها متقلبا بالفراش، لكن جميع محاولاتي للنوم باءت بالفشل. الرياح تهوي بالخارج، هذه هي إحدى تلك الليالي القليلة في السنة والتي تصيح بها الرياح، وكأننا بقلب الصحراء لا بمدينة عامرة. لهذا تراني أندس أكثر بين الأغطية ناظرا من جديد إلى الصالة المضاءة بالخارج. وعلى الرغم من أني ابتسمت قليلا عندما رأيت إحدى تلك اللوحات والتي صورتها في وقت سابق هذا الأسبوع، فإنني عندها تذكرت النظرة على وجه عاملة الاستوديو. الاعتراف، الموهبة، لست مغرورا، لكنني ذو ثقة كبيرة بنفسي في بعض الأحيان، ولحظات كهذه هي ما تمنع حياتي معنى. أخرجت هاتفي المحمول لأنظر إلى الساعة، إنها الواحدة بعد منتصف الليل. هذا يعني أنني حتى لو رغبت بالنهوض لن أجد شيئا لفعله، لذا لم أجد مفرا من البقاء بالفراش منتظرا. حتى بدأت لذة النعاس تتسرب إلي على استحياء. عندها سمعت الصوت لأول مرة هذه الليلة. على الرغم من أني فتحت عيني وأصغيت السمع قليلا، لكن بدا وكأنني أتوهم، لذلك قررت العودة للنوم. يعاود عقل التفكير بكثير من الأشياء والتي قد تخلق الأحلام، حاملة إياي أخيرا إلى عالم النوم الهادئ، عندما سمعت الصوت من جديد. للمرة الثانية أبعدت الأغطية قليلا مصغيا للسمع، لكن الصوت لم يختفي هذه المرة. كان ضعيفا للغاية لكنه ملحوظ. هناك شيء ما يتنفس بالحجرة. بالطبع دفعني هذا للجلوس بالفراش، وقد توقف عقلي عن العمل للحظات. فتحت عيني على التسعيمة وكأن هذا سيمنحني سمعا أفضل، لكن لا شيء، لا صوت بالحجرة شبه المظلمة. دفعت نفسي للضحك قليلا. ماذا بك؟ هل بدأت تهلوس أخيرا؟ لكن وعلى الرغم من سخريتي لم أستطع إنكار أن شيئا ما اهتز بداخلي. ما الذي دفعني إلى معاودة الاستلقاء وسحب الأغطية حتى عنقي، مقررا تجاهل ما حدث للتو؟ لا أدري، أظن أنني كنت أعاند نفسي لأكثر. فعندما تملك من العمر 23 عاما يصبح الاعتراف بالخوف كالاعتراف بالجبن، وبطبيعة الحال لا يمكنني تقبل مثل هذا الشعور، لذلك يتحول تلقائيا إلى عناد. أغمضت عيني مرة أخرى متذكرا أحد المواقف والتي مرت بي من قبل. هل أنا معدوم الإحساس؟ هكذا سألتها، وببساطة أجابت نعم. بالتأكيد قالتها مازحة، لم يكن الموقف يستحق بالطبع، لذلك ضحكنا كثيرا حينها. لكنني لم أنسى هذه العبارة قط، ولسبب ما لم أدري لما استعدت ذكرها الآن. هنيئا لك، ثبت أنني معدوم الإحساس حقا، قلتها لنفسي وأنا أتأهب للغياب بالنوم مرة أخرى. أصوات تعلو من حولي، لم يكن صفير الرياح خلال عبورها من بين مصراعي النافذة آخرها، لكنني تجاهلت، ولأنني تجاهلت تمكنت بمعجزة ما من الغياب بالنوم. في هذه اللحظة ظهر الصوت الثاني. في البداية ظننتني أتوهم، لكن الأوهام مهما كانت
تظل أوهاما لا يمكنها أن تعمل أنفاسا ساخنة على مؤخرة عنقك. تزعت نفسي من غياهب النوم، استدرت بالفراش فجأة. لا شيء، لا شيء كان هناك سوى ضربات قلب المتتابعة. لكن على الرغم من أنه بدأ جانب طفيف من الثقة بالتحطم داخلي، فإن هناك شيء ما خاطئ، شيء ما ليس على ما يرام بالحجرة. لكنني لم أنهض، لم أغادر الفراش قط، بل غبت بين الوسائد الدافئة وأنا أحاول إبعاد أكوام الأفكار السوداء والتي تراكمت بعقلي حينها. نظري كان مثبتا اتجاه الضوء المقبل من الخارج، وكأنني أحاول التماس الأمان منه. كل شيء هادئ حولي، كل شيء بمكانه، لا شيء غريبا يجول المنزل. إن كانت مثل هذه الفكرة الساذجة قد مرت بعقلك الآن، لا، لم أرى شيئا مختلفا. لحظة مرت كالدهر قبل أن أستدير قابدا على طرف الغطاء، وقد قررت. ماذا قررت؟ لا أذكر، فقد ارتفع صوت غريب بالحجرة فجأة، شيء ما يتنهد. لم يكن هناك شك هذه المرة، فالصوت كان واضحا وضوح السطور التي تقرأها الآن. انتفضت جالسا وقد انقطع حبل أفكاري، أجول بنظري عبر الحجرة وقد تحولت ضربات قلبي إلى انتفاضات متتابعة. تتسع حدقات عيني أكثر لتحتوي المزيد من تفاصيل الحجرة. لا يبدو شيئا مختلفا سوى شيء ما تنهد مرة أخرى. في هذه اللحظة قررت بأنني اكتفيت، فليذهب النوم الجحيم. أبعدت الغطاء ناظرا للأرض جوار فراشي تلقائيا وأنا أنهض، لتنتصب جميع شعيرات جسدي فجأة. إنه فراء جوار سريري، تفترش الأرض الخشبية الداكنة كومة من الفراء أسود اللون والتي بدت أسفل الأضواء الخافتة وكأنها تتحرك حركة رتيبة إلى الأعلى وإلى أسفل تتنفس. لم أملك في هذه اللحظة سوى أنني تسمرت مكاني شاعرا بالذعر البارد يسحب فوق عمود الفقري، ثم ومن دون صوت يذكر تراجعت للخلف لأغوص بالفراش جاذبا الغطاء حتى آخر شعرة برأسي. لم أقوى على التفكير، ناهيك عن النهوض، ما زال عقلي يحاول الاستيعاب، ما زال. قطعت أفكاري تلك الخربشات، ارتجفت وأنا أتخيل هذا الشيء أي المكان وهو يخدش الأرض أسفل فراشي. أغمضت عيني قابضا على إحدى الوسائد جواري حتى استعالت أصابعي إلى كتل صفراء، وبعقل المرهق بدأت عشرات الذكريات الطفولية تتدافع. الخوف البدائي من الكيان الغامض المسمى ظلاما، الخوف الذي دفعني كطفل إلى سحب الغطاء حتى رأسي، بل ودسه أسفل قدمي حتى لا يستطيع الشيء الوصول إلي. الخوف ذاته والذي دفعني الآن لفعل الشيء ذاته. ربما كان الخيار الأرجح هو أن أغادر الحجرة، لكنني للأسف لم أكن أقوى على اتخاذ مثل هذا الخيار. ماذا إن رآني؟ ماذا إن شعر بي؟ ماذا إن لم أكن سريعا بما يكفي؟ وللمرة الأولى أدرك أنني لست معدوم الإحساس إلى هذه الدرجة. امتد صوت الخربشات أكثر، لكنه هذه المرة جاء مختلطا بعويل الرياح بالخارج، ليبدو من مكاني هذا وكأنه ينتشر بجميع الأرجاء حولي. أغمضت عيني
علني أستطيع انتزاع نفسي مما يحدث، لكنني أدرك أن هذا ليس حلما، وهذه هي المشكلة. بأحلامي أنتزع نفسي للواقع ما إن تسوء الأمور، لكن ماذا عن الواقع الآن؟ سأنتزع نفسي إلى أين؟ الظلام يكثم على نفسي أكثر أسفل الغطاء الثقيل، والهواء النقي يقل، لكنني لا أمتلك الشجاعة الكافية لرفع الغطاء. رأيت في هذه اللحظات عيونا حمراء تتطلع إلي من الأعلى، رأيت يدا متعللة تمتد عبر الغطاء، رأيت ما بين الجاثوم والجاثوم، رأيت هذا كله بعين عقلي. مخيلتي تعمل كأفضل ما يكون، خالق العشرات من الأشباح، المئات من الوحوش، والآلاف من طرق حملت جميعها نهاية المأساوية. هذا ما أجبرني على الاستلقاء دون عراق. وضع الآن لا يختلف كثيرا عن الراقدين بتابوت خشبي أسفل التراب، فقط هم يمتلكون طرفا لا أمتلكه أنا في الوقت الحالي، إنه فقدان الشعور. تخدرت يداي، حاولت تحريكها قليلا لتصطدم بشيء ما صلت بجواري. تملكني الذعر لأقل من ثانية قبل أن أستوعب أن هذا فقط هاتفي، وبالتالي قبضت عليه كمن وجد طوق النجاة. لم يكن بإمكان الاتصال بأحد بالطبع، فبعيدا عن احتمالية أن يصل صوتي لهذا الشيء بالحجرة، كيف سأبدو إن هاتفت أحدهم طالبا المساعدة، لأن هناك فراء أسود بالحجرة يتنفس؟ حتى إن فعلت، هل حقا سيأتي أحد إلي في هذه الساعة من الليل؟ في هذه اللحظات اختلط الذعر داخلي بشعور عميق بالوحدة. هي لعنتي والتي ما تلبث إلا أن تظهر دائما بأبشع صورها. لهذا السبب اعتصرت هاتفي بين أصابعي ضاغطا إياه إلى صدري. لم أرغب بمهاتفة أحد، بل أردت الشعور بأنني أمتلك شيئا ما يحمل دفء العالم الخارجي. أردت فقط الشعور بأنني لست وحدي، لكن الشعور سرعان ما تلاشى عندما هوى ثقل مريع فوق جسدي أسفل الفراش. كان يحمل أبعاد الجسد، كان فوق الغطاء، فوق جسدي، كان غائبا عن عيني وسط الظلام. كانت هذه هي القشة الأخيرة، لا مزيد من الاختباء، بل لم أستطع الشعور بذاتي إلا وأنا أدفع الغطاء عني بيد ترتجف وأندفع من فوق الفراش. بقفزتين كنت أقف أرضا، وبقفزة أخرى كنت خارج الحجرة تماما. عقلي الآن كان يعمل وفقا لقوانينه الخاصة، دافعا إياي إلى الاستدارة قابضا على باب الحجرة لإغلاقي، لكنني وبما تبقى لدي من إرادة حرة وقفت مكاني ناظرا إلى الداخل عبر ما عجزته الأضواء المقبلة من خلفي. أنظر إلى الجسد الثقيل والذي كان يرقد فوق فراشي، والذي لم يكن سوى مصباح السقف وقد هوى متقطع أسلاكه. ثم أنظر إلى كومة الفراء المتنفسة بجانب الفراش، والتي بالطبع لم تكن سوى معطف الأسود فوق كومة من الملابس المهملة. ذهلت، ثم تسمرت مكاني، ثم تسلل الفهم بطيئا إلى عقلي، ثم بدأ جسدي بالاسترخاء أسفل شعور زائف بالخلاص. كان هذا بالطبع قبل أن أشعر بالأنفاس الساخنة تضرب عنقي من الخلف مصحوبة بتنهيد عميقة. وبالطبع وقبل أن أستدير، كان عقلي يصرخ في ذعر:
أيها الأعمق، الملابس والمصباح، ولكن ماذا عن الخربشات؟ انتهى الرجل من الكلام وساد الصمت أخيرا، إلا من دقات ساعة بمكان ما بالحجرة، وحفيف غريب لحشرة أو كائن زاحف ظهر ثم توارى بأحد الأرقان والتي فشل الضوء الواهن بتبديل ظلمتها. كنت واقف بمكاني دون حديث، ما زالت يدي قابضة على الهاتف النقال، وأنا أنظر لمحدثي دون أن أحتاج هذه المرة لإجبار عقلي على الانتباه. تحركت قليلا متفاديا إحدى البقع الدامية لأجد نفسي أتساءل، وماذا عن الخربشات؟ فظل الرجل يرمقني بصمت للحظة، ثم التفت بنظره بأرجاء الحجرة مشيرا بيده لمعالمها، ثم عاد لينظر إلي من جديد وهو يقول: لذا قلت سابقا، لو كنت مكانك لما فعلت هذا. ثم عاد الصمت ليسود مرة أخرى، وقد أثارت جملته وريبتي، فغزت رقفة صغيرة أصابعي الملتفة حول الهاتف. تذكرت قول ليلى سابقا: لأن هذا قدره، هو يفعل الشيء الوحيد الذي بإمكانه فعله. أكان هذا هو الحال هنا أيضا؟ هو فقط ينتظر قدره. نظرت نحو باب الخروج بشك، فسمعت ضحكة خافتة صدرت منه، لذا عودت النظر له. كان يرمقني باستخفاف وهو يعقد ذراعيه، وقد بدأ وكأنه قرأ أفكاري للتو. هل كنت تظن أنني أهددك؟ لم أرد عليه، انتقع وجهي وأنا أقدم خطوة وأؤخر أخرى، محاولا ألا أتخيل ما قد يحدث إن بقيت هنا حتى الدقائق القليلة المقبلة. اشتدت قبضتي على الهاتف بأمل، منتظرا أن يأتي صوت، أي صوت من الأسفل يدل على الخلاص. كانت النهاية قريبة جدا وشعرت بهذا، فات الكثير وما بقى سوى القليل، القليل جدا. أنت حقا تشعر بالدهشة الآن، صحيح أنت لا تدعي. أبعدت عيني عن باب الخروج ناظرا إليه بتعجب، قد فاتني معنى جملته. وجدته يرمقني بدهشة حقيقية لا بسخرية، فما ملكت إلا أن سألته: ما الذي تعنيه؟ نظرات الدهشة على وجهي لم تتغير أبدا، بل على العكس اتسعت عيناها أكثر، وهو يقول لي: محمود، أنت سمعت هذه القصة من قبل. ليس مخيفا على الإطلاق أن تجد غريبا يعرف اسمك، المخيف هو أن يكون هذا الغريب ميتا. لذا اعذرني إن بدت ملامح وجهي متجمدة خاوية من أي لون حين سمعت اسمي ينطلق من بين شفتيه. أكمل طريقك يا محمود، قالها قبل أن أجد فرصة للنطق. انتظرت أن يضيف شيئا ما، لكنه استمر في النظر إلي فقط، وقد تحولت ملامح وجهه من الدهشة إلى الفضول. بعقلي مرت ومضات لما حدث بالأسفل مع ليلى، خشيت أن أواجه الموقف ذاته، لكن الشاب لم ينهض، لم يكلف نفسه عناء الشرح، بل استرخى أكثر منتزع نظراته عني وكأنني غير موجود من الأساس. سواء كان هذا بقصد إرعابي أم كان تصرفا تلقائيا غير مفهوم، توقفت عن التعضيق به ببلاهة وأكملت طريقي. أحتاج للتفكير فيما قال، لكن ليس هنا، ليس بمكان سيتحول إلى مجزرة بعد قليل، لو كان ما توقعته صحيحا. بالتالي اتخذت طريقي لا لاتجاه الأعلى، بل عائدا من حيث أتيت نحو الأسفل. لم أنسى المكالمة التي أجريتها،
وبالتالي تخليت عن خطتي للوصول إلى السطح، فالغوث كان مقبلا أخيرا. احترس، احترس من أيمن، قال الشاب بصوت عال، فالتفت دون فهم، لكنه كان قد أبعد نظره عني، فاستدرت لأكمل طريقي. ما إن خطوت أولى خطواتي خارج الحجرة حتى عاد عقلي للعمل. هناك من يدعى أيمن، هذا مفهوم، كيف لم أقابله في طريقي إلى الأعلى؟ هذا سر لا يعلمه سوى الله، لكن علي أن أحترس منه. لماذا؟ هذا سر آخر لا أظن أنني سأعرفه إلا إن واجهته فعلا. دارت بعقلي هواجس أخرى عن الشاب والراكض بالحجر الأعلى، كيف كان يعرف اسمي؟ ما الذي قصده بقوله محمود أنت سمعت هذه القصة من قبل؟ حين قالها كان يعنيها، ملامح وجهه دلت على هذا. شيء آخر دون تفسير ينضم للقائمة، لكن من يهتم؟ سأخرج ملقيا بجميع ما رأيت وما سمعت خلف ظهري، على الرغم من أني واثق من أن ما حدث هنا سيزور كوابيسي مرارا، لكن الكوابيس ومهما ساءت تظل مجرد كوابيس. اهتز الضوء من جديد فوق رأسي، فرفعت نظري أستطلع وقد توقفت، لكنه عاد ليثبت مرة أخرى فأكملت طريقي. كنت الآن أمام الجدار الذي حوى شقة الفتاتين قبل أن يتحول إلى كتلة مصمطة يفعمها العطم. على الرغم من أنه سرد بجسدي رقفة وأنا أتذكر قصة ليلى، كيف كنت أحمق بالقدر الكافي لأظن أنها ستساعدني؟ خدعني مظهرها البريء، فلم أدرك أن خلف هاتين العينين اللامعتين ترقد أفعى سامة قتل صديقتيها بدافع الغضب فقط. هل كنت أتخيل؟ أم أنني سمعت نحيبا مكتوما من خلف الجدران؟ كتمت أنفاسي وأكملت طريقي بخطوات عاجلة، على الرغم من أن المكان كان فارغا، فإن الذكرى أكسبته حضورا مخيفا. لم أتوقف لأستعيد قدرتي على التنفس إلا حين غاب الطابق عن نظري، لكن شيئا آخر كان ينتظرني بالطابق الذي يليه. كيف لي أن أنسى؟ بتردد هبطت درجتين أخريين، قد توقعت أن أراه جالسا حيث كان، لكن السلم المغطى بالظلال كان فارغا، باب الشقة كذلك كان مغلقا، فعودت المسير دون أن أرفع عيني عن الخشب المتآكل راسما بعقلي صورة لما يركض خلفه. لم ألحظ بركة المياه المتسربة من أسفل الباب إلا حين غاصت بها قدمي فعلا. دعاني هذا للتوقف ثوان، وقد استعدت بعقلي ذكرى الشاب ذي الثياب الممزقة، مي الميتة بالحمام والرسالة التي لم تصله أبدا. وجدت نفسي أتساءل كم مرة صار بها هذا الرجل إلى قدره ليموت مرة تلو الأخرى؟ هل كان يشعر بالألم؟ هل يتذكر بعد أن ينتهي الأمر؟ صارت بجسدي كشعريرة، فقررت إكمال الطريق قبل أن يقع السوء. اتخذت طريقي للهبوط اتجاه الشقة الأخيرة والأولى، وكما توقعت كانت مغلقة هي الأخرى. هذه المرة لم يعترين الخوف بل الشفقة. ترى كم مضى من الوقت وهي تقبع هنا بين التراب والبرد لا تحيط بها سوى ذكرى موتها؟ تذكرت الشاب والذي بدا غاضبا حين عجزت عن تصديقي. من هو وإلى أين ذهب؟ نظرت إلى السقف في حركة تلقائية لأتذكر أنني لم أكمل الطريق إلى الأعلى. ما زالت هناك أسرار وموتى بحجرات داخل طوابق فارغة. بعضهم سلم بالأمر الواقع وجلس حيث هو ينتظر، بينما البعض الآخر يتجول بين الأدوار. توقفت عن السير
غارقا في التفكير. البيوت أسرار، خلف كل باب تقبع حكاية، بعضها قد يكون جيدا لكن البعض الآخر مؤلم. أتذكر حين كنت أجلس جوار عمتها أراقب النوافذ والتي كانت مغلقة لأتخيل ما يمكن أن أراه يدور خلفها. كم بدا هذا الوقت بعيدا عما طه، أتراه يعتل إحدى الشقق المغلقة بالطوابق العلوية هنا. لا يزعني سوى أن أتساءل. أكملت طريق اتجاه الأسفل وأنا أفكر. كنت بارعا دائما في اختلاق القصص وتصديقها، في النظر للنوافذ المغلقة وتخيل الحياة الدائرة خلف كل منها. وجدت المتعة في هذا، لكن حين عبرت من خانة المراقب إلى خانة المشارك بدأت متعتي بالتحول إلى رعب. وببطء بدأت أفهم لما كان عم طه يكتفي بالمراقبة من بعيد. هل رأى عم طه ما رأيت؟ أول إجابة خطرت بذهني هي النفي. لم يكن ليبقى أمام المنزل حارس لو كان يعرف ما عرفته أنا. لكن ماذا لو كان قد فعل؟ لهذا طلب مني الرحيل. وصلت أخيرا إلى الباب والذي عبرته للدخول إلى هنا، كان مفتوحا كما تركته، لذا عبرت بشروط وعقلي ما زال هائما في أفكار لا أدري من أين أتت. لما أنا خائف؟ ألأن سكان المكان موتى أم لأنني عاجز عن الفهم؟ مما أنا خائف؟ من أبواب مغلقة أو مما يقبع خلفها؟ وجد الهدوء طريقه إلى نفسي بعد رعب السابق، ربما لأنني كنت على وشك الخروج، لذا واصلت تقدمي دون أن تسرع خطواتي بالممر المظلم. شيء ما بداخلي أخبرني أنني لن أجد العجوز الغريب والذي واجهته بالبداية. الأمل الصافي وجد طريقه أخيرا ليحتل قلبي. على الرغم من أنني ضحكت من تفكيري السابق، هكذا نحن البشر، لا نبدأ بالتفكير في إبعاد المشكلة إلا عندما توشك على الانتهاء أو تنتهي فعلا. طالما نحن بها لن نفكر إلا في طريق الخلاص. كنت غارقا في أفكاري هذه حتى لمحت باب المنزل من زاوية الممر. ارتحت لرؤية الزجاج الداكن بين أخشاب الباب المتآكلة. سرتني رؤية المرآة الملطخة بجوار الجدار وحرارة مصباح الكيروسين الصغير، على الرغم من أنه لا تفسير لدي عن كيفية عودته إلى موقعه السابق. كنت أشعر بالسعادة لرؤية المكان والذي بدأ به كل شيء والذي سينتهي به كل شيء. وددت لو أقول أن هذا الشعور استمر وأنني أكملت طريقي عابرا الباب إلى الشارع الرحب متناسيا هذا البيت المشؤوم إلى الأبد، لكن للأسف ليس هذا ما حدث بالضبط. طه، عم طه. صحت متسع العينين حين رأيت الرجل العجوز بملابسه القديمة يتقدم عبر باب الخروج مستندا إلى عكازه، وبيده الأخرى حمل مصباحا مشابها لأخيه فوق المنضدة بالمدخل. كاد الذعر يتمكن مني، لكنني لحظتها أدركت أنه لا يراني. تصرفاته بدت أقرب إلى التردد منها إلى الإقدام، لذا تسمرت مكاني أنظر نحوه بينما يغلق الباب خلفه متقدما نحو الداخل إلى حيث أقف. كانت خطواته سريعة بالقدر الذي سمحت له بها سنه، لكنه وصل إلي قبل أن أملك الوقت الكافي للتراجع، وسرعان ما كان يتخطاني بالمعنى الحرفي للكلمة. صرخت حين عبر الجسد العجوز من خلالي متجها إلى الحجرة الأولى بالممر ليختفي عبر الباب داخلها. أمضيت بعض الوقت أحدق بالفراغ وألهث، لقد كان واحدا منهم طوال هذا الوقت، كان ميتا ورافقته لأيام دون أن أدري.
شعرت بالنفور، النفور والجذع. أين ذهبت أفكاري والتي حثتني على عدم الخوف منهم؟ أين ذهبت آرائي والتي بنيتها في الدقائق السابقة؟ كلها تلاشت كما تتلاشى فقاعات الصابون. صارت رجفة بجسدي أدت إلى انتصاب شعيراتي بالكامل. بينما التفت محملقا بالمكان والذي اختفى به للتو، كنت أركض هاربا، لكنني سمعت الهمسات من جديد، الهمسات ذاتها والتي سمعتها بوقت سابق هذه الليلة. كان علي في هذه اللحظة أن أختار بين الهرب أو البقاء، بين النجاة أو الفهم. لا أدري ما الدافع الذي حركني يومها. أصبحت لا أذكر الآن كيف بنيت قراري. كل ما أذكره هو أنني استدرت لأعود إلى حيث اختفى عمطها منذ لحظات، إلى الغرفة المظلمة بالممر. عندما رأيت هند المرة الأولى لم تكن لدي فكرة عما تعاني، فأنا محل نفسي ولست ساحرا. لم أكن أعلم سوى أنها مريضة نفسيا كسائر من يأتيني طلبا للعلاج. ما مشكلتها بالضبط؟ لا فكرة لدي. أنا لم أتحدث معها، بل تم الحجز تليفونيا مع والديها بعد أيام من التردد. لكنني كنت أدرك أننا ببلد لا يعترف بالطب النفسي، بل ويعتبر من يمارسه مجنونا شأنه شأن مرضاه. لذا كان من الواضح أن حالة الفتاة سيئة بما يكفي لدفع والديها إلى كسر العادات المتبعة وجلبها إلى هنا. كانت شاحبة للغاية، هادئة جدا، هكذا رأيتها حين خطت للمرة الأولى داخل مكتب الأبيض العميق، وخقطة صغيرة تكومت فوق أحد المقاعد بمواجهتي ناظرة إلى الأرض. كان النهار ببدايته. هند كانت أول مريضة تأتيني اليوم، وبالتالي لم يكن الإرهاق المعتاد قد نال مني بعد. ما زلت نشطا رائق المزاج كعادتي. لا توجد حجوزات كثيرة اليوم كحال كل يوم، مجرد حالتين تأتيان بعد ساعة ونصف الساعة من الآن. هكذا جلست هنا أرمق الفتاة الصامتة منتظرا أن تبدأ الحديث دون أن أحاول الضغط عليها لتتكلم. لكن ولأنني أعشق مهنتي، تلقائيا وجدتني أنظر لها بفضول محاولا استنتاج ما يمكنني من معلومات عنها. كانت طويلة القامة، رشيقة، ثوبها الأزرق الأنيق دل على أنها من عائلة ميسورة الحال بشكل كبير. ربما هي في 19 أو 20 من العمر. ليست شخصا خجولا، لكنها بالتأكيد لم تكن تشعر بالراحة بصحبة شخص غريب، خاصة لو كان هذا الغريب طبيبا نفسيا. ظلت ناظرة إلى الأرض بعينين داكنتين تجمهرت أسفلهما الهالات السوداء، ومن الحركة المتوترة لأصابعها ذات الطلاء علمت أنها تفكر فيما ستقول عندما تبدأ حديثها المنتظر. ودون جهد كبير أدركت أنها ستكذب. بدأت الحديث قائلة: أنا لست مغرورة، لكنني دوما أجد صعوبة في التأقلم مع قواعد العالم الأنثوي المتشعبة. مجاملات، متابعات لا فائدة منها لمواضيع لا طائل من ورائها. كما أنني لا أنتمي لتلك النوعية من الفتيات والتي يراقبن تحركات الآخرين بأعين ثاقبة لتنتقد هذه وتمدح هذه. جلسات النميمة تلك لا تستهويني، لذا بطبيعة الحال
أصبحت شبه منعزلة عن عالم الفتيات المعقد ذاك. ربما اكتفيت برفيقتين أو ما شابه من باب الوجاهة الاجتماعية لا أكثر، لكنني لم أثق بأحد، وبالتالي لم أقترب من أحد. ولأنني لم أقترب من أحد، بدأت صديقة واحدة فقط بالتبلور داخل عالم المنغلق. تلك الأمور تأتي معا كعبوة متكاملة. المشكلة الوحيدة أن تلك الصديقة كانت أنا. وتوقفت هند عن الكلام لتأخذ نفسا عميقا، ثم تابعت قائلة: يقول الأطباء إن الانعزال عن الآخرين هو بداية الطريق إلى الاكتئاب، المرض، ثم الانتحار. أعرف ذلك جيدا، لكنني وجدت بالانعزال راحة هائلة من عالم امتلأ بالكذب وبالنفاق وبالأقنعة. لم أعاني من الاكتئاب، بل على العكس بقيت شاعرة بالراحة والسعادة. والداي بطبيعة الحال لم يستسيغ تحول ابنتهما الوحيدة إلى نوع من الصبار الاجتماعي. جرت محاولات كثيرة منهما لإعادتي إلى عالم ثاني أكسيد الكربون مرة أخرى. أكون كاذبة إن قلت إنني لم أحاول. حاولت، لكن كل محاولة لم تسفر إلا عن نفوري أكثر من واقع متقرح إلى عالم الخاص النصيف. في النهاية كف والداي عن إجباري وتركاني أنعم بالهدوء، فقط كان يعودان للمحاولة من حين إلى آخر، لكن النتيجة ظلت كما هي. انتهت هند من الكلام وصمتت تماما، رافعة نظرها نحوي للمرة الأولى هذا اليوم. طوقت تجاعيد الدهشة يصاحبها توتر خفيف. طوقت وجهها حين وجدتني أبتسم بهدوء. حسنا أكملي، قلتها وأنا أعقد يدي أسفل ذقني مستندا إلى المكتب. ولم تظن أن لدي المزيد لأحكي؟ قالتها بشيء من الاستنكار، فاتسعت ابتسامتي وأنا أجيب ببساطة: لأننا بمصر، لو كان الأمر يقتصر على مشكلة اكتئاب لاصطحب كوالداك إلى أكبر قدر ممكن من الأطباء أو الشيوخ أو حتى الدجالين، أي شيء ما عدا طبيب نفسي. على الرغم من ذلك أنت هنا. أنهيت كلامي فبقيت ملامح وجهها جامدة، ثم ابتسمت بدورها قليلا، اعتدلت بالجلوس ودون تعبير تابعت الحديث. سميتها ناهد، ناهد صديقتي الخيالية، والتي ابتكرتها والتي لم تعد خيالية إلى هذه الدرجة. أصبح وجودها أساسيا بحياتي اليومية، ألجأ إليها في جميع قراراتي ولو كانت بسيطة، كاختيار لون ملابسي أو أصناف طعامي. صببت فوق رأسها جام مشاكلي، حدثتها بما لم أجرؤ على البوح به حتى لعائلتي. أجل، شكلت ناهد محورا مهما بحياتي، ولأنني من صنعها كنت أعلم أنها تشبهني بكل شيء. لذلك أقنعت نفسي بأن حكمها سيكون صحيحا أيما كان، وكيف لا وهي أنا حرفيا. لم تكن ناهد تشكو من شيء، لم تكن تعترض، كانت تستمع وحسب. لهذا شعرت براحة هائلة معها. بناء عليه ازددت اقترابا منها، ثقة بها واقتناعا تاما بأنها حقيقية. كان ذلك حتى دارت برأسي فكرة مجنونة بعض الشيء. توقفت هند عن الكلام للحظة مراقبة انفعالاتي،
ثم أكملت بصوت منخفض قليلا: إن كانت رفيقتي جزءا لا يتجزأ من حياتي، إن كانت جانبا مهما يشكل شخصيتي، فلما إذن لا أحاول رؤيتها؟ رؤيتها؟ قلتها بتعجب، وقد اعتدلت بالجلوس مندهشا بعض الشيء، فأومأت هند بهدوء، ولأنني لم أرغب بمقاطعتها ظللت صامتا دون تعليق، ثم أشرت لها بالمتابعة. في تلك الفترة حصل والدي على عمل جديد ومنزل جديد، وبالتالي غرقت العائلة بدوامة من المشاغل والتي تسببها إجراءات الانتقال، العمال، التجهيزات وخلافه. جاءت أوقات كان المنزل يخلو إلا مني ومن أخي الأصغر سنا، لم أكن أحتاج إلى فرصة مناسبة لتنفيذ ما كان يدور بعقلي، لكن فراغ المنزل كان يعفيني من التساؤلات والظنون. لذلك استغللت غياب أهل المنزل الدائم لتنفيذ ما رغبت به طوال تلك الفترة، وهو رؤية ناهد. وهل تمكنت من رؤيتها؟ قلتها لها دون تعبير محدد، فأومأت الفتاة من جديد. تساءلت عن الكيفية، فأتى ردها ببساطة شديدة: رأيتها عبر المرآة بالطبع. بدأ تشخيصي لحالة هند بالتبلور نتيجة لكلماتها. لم أكن أحتاج إلى المزيد من التفسير، فحالتها كانت واضحة وضوح الشمس، لكنني لسبب ما رغبت بسماع باقي قصتها، لذا حثثتها أن تكمل، لكنها هذه المرة بقيت صامتة. من جديد ألححت بطلبي، لكنها أبت إكمال قصتها متفادية النظر نحوي، وبصوتها الناعم أعلنت أن هذا كل شيء. بحكم وظيفتي لجأت إلى التحايل بطريقة أو بأخرى لأنتزع الكلمات من هند. بداخلي علمت أن هناك المزيد، وأن الفتاة لم تتوقف عن الكلام لأن قصتها انتهت، بل لسبب آخر ربما يكون هو لب المشكلة. لكن ولمرة أخرى جاء رفضها قاطعا، وبالتالي لم أتمكن إلا من ابتلاء فضولي والتوقف عن الضغط عليها، متخذا وضع الطبيب المخضرم لأبدأ في وضع تفسيرات لحالتها وربما طريقة ما لعلاج مشكلتها. بصراحة وهدوء بدأت الحديث: هند، أنت منعزلة تماما عن الآخرين، وهذا خطأ. أحيانا تقابلنا جميعا أوقات نرى بها العالم مكانا أسود لا علاج له إلا القصف بالنيران، لكننا جزء منه وعلينا التعامل مع هذا. تجاهل الآخرين والإنعزال ليس حلا يا هند، كما قلت ببداية كلامك لن يؤدي هذا إلا إلى الاكتئاب فالميول الانتحارية. قد لا تعانيناها الآن، لكنها ستأتي عاجلا أم آجلا، عندها لن ينفعك الندم بشيء، كما أن هناك السيء هناك الجيد، فقط ابحثي عنه ولا تتقوقعي حول عالمك الخاص بهذه الطريقة. أنت اتخذت ناهد كرفيقة وحيدة لك، هذا جيد، لأنك تجدين من تحدثينه بما يقول بنفسك، لكن مشكلة ناهد هي أنها النسخة طبق الأصل منك يا هند، وبالتالي حكم ناهد أيا ما كان لن يقدم أو يؤخر، هي فقط كالعقل الآخر لك، تسكبين من مشاكلك إلى نسخة أخرى منك
كالساعة الرملية، لا فرار لعباد الرمال يا هند، ولا يمكن لما بداخلك أن يعيش بحجرة من زجاج الأبد. ناهد ستظل مستمعا فقط، الإنسان يحتاج من يستمع ويشارك لا من يراقب بصمت. عند هذه اللحظة قاطعتني هند بصوت مرتجف متفادية النظر إلي. هذه هي المشكلة. توقفت عن الكلام محدقا نحوها دون فهم، فرفعت رأسها نحوي، على وجهها ارتسمت علامات القلق عندما قالت: إن ناهد لم تعد مستمعا فقط، كان ذلك منذ نحو 3 أسابيع. كنت حينها قد اعتدت تماما الحديث إلى ناهد عبر المرآة الكبيرة بحورة والدي حين يغيبان عن المنزل. فقط أدخل إلى الحجرة دون أن يشعر أحد، وأظل قابعة أمام الزجاج العاكس لساعات، أراقب صورتي الصافية محدثة إياه. في البداية شعرت بالجنون، لكنني سرعان ما اعتدت مثل هذا الفعل، حتى إنني أصبحت أشتاق له. إذا مر يومان أو 3 دون أن أتمكن من الانفراد بالمرآة والحديث معه، مرت تلك العادة بسلام لأسبوع أو ما يزيد، حتى بدأ شيء غريب في الحدوث تدريجيا. بداية ظننتني أتوهم سماع أصوات لم أعطي لذلك بالا. من وقت لآخر يتعالى صفير بأذني، فأعزو الموقف إلى الإرهاق أو الملل، باختصار إلى أي شيء سواء منطقي أو لا منطقي. حتى تلك الليلة التي رقدت بها بحجرتي المظلمة بعد يوم طويل مرهق، محاولة الحصول على قسط من الراحة بعد أن نام كل من بالمنزل. حينها ارتفع الصوت الأنثوي واضحا تماما بأذني هذه المرة. انتفضت فزعة ناظرة حولي بينما ضربات قلبي تتواثب، محاولة الخروج عبر حلقي. الصوت اختفى، لكن بأذني استمر طنين بدأ يخفض شيئا فشيئا. على الرغم من أن الحجرة كانت غارقة بالظلام، فإنني لم أستطع استيضاح أي شيء غريب بالمكان، وبالتالي عدت أركض في الفراش بتوجس، مرددة كل ما استطعت ترديده من أدعية. لم يظهر الصوت من جديد، لكنني لم أتمكن من النوم تلك الليلة. كانت تلك المرة الأولى، لكن لم تكن الأخيرة. الأيام التالية كانت أسوأ أيام عدتها بحياتي. منذ تلك الليلة والهمسات بأذني أصبحت اعتيادية، تأتي وتذهب من حين إلى آخر، أحيانا هي واضحة وأحيانا مموهة، لكنها تظل غريبة ومثيرة للقشعريرة. كلما بدأت بسماعها أنتفض وتبدأ البرودة بغزو جسدي. أتحدث بصوت عال مع من جواري أو أرفع صوت أي جهاز إلكتروني قريب مني، محاولة التخلص منها، لكنها استمرت تهاجمني حين لا أتوقعها. لم تفلح أي من محاولاتي للتخلص منها، بل على العكس تماما. بدأ رعبي من الأصوات الغامضة بالإزدياد، خاصة أن الصوت الذي رافقني ذاك الصوت كان صوت أنثى، ولا أكون أكثر تحديدا، كان صوتي أنا الخاص. مضت فترة قبل أن يعود والدي إلى عادتهما في الغياب عن المنزل لتجهيز منزلنا الجديد. خلال هذه الفترة وكنت قد تحولت إلى كتلة من الأعصاب المتحفزة،
أقل كلمة تدفعني للشجار، أقل صوت يجعلني أقفز أمطارا للخلف. فسرها أبي بخلل ما في جسدي، فسرتها أمي بمس شيطاني. أنا الوحيدة التي عرفت السبب الحقيقي. الأصوات لم تتوقف لحظة عن مهاجمتي. ما زاد الأمر سوءا هو أنني بدأت أربط بينها وبين ناهد. لم أعد أجرؤ على النظر بالمرآة إلا صباحا. تخليت تماما عن عادة الحديث عبر المرآة. حاولت بشتى الطرق الاختلاط بآخرين تجنبا لهذه المصيبة والتي خلقها عقلي. ناهد. أحيانا كنت أنجح، وأحيانا كان تتغلب علي عادة النظر للمرآة بطرف عيني والتي يعانيها الجميع. لم أكن أرى شيئا غريبا، لكنني ما أنفك أشعر بأنني مراقبة وبالتالي أسرع مبتعدة. توقفت هند لتلتقط أنفاسها، فقلت لها دون تعبير يذكر: ثم ماذا؟ فتابعت بتوتر وهي تحرك يدها بعصبية: ثم خرج الأمر عن السيطرة. في محاولة مني لاستعادة تماسكي بدأت بتجاهل الأصوات التي تهاجمني تماما. أقنع نفسي بأنها غير موجودة. سمحت لنفسي بمرافقة والدي إلى عدد من الأطباء والدجالين الحمقى، وعلى الرغم من أنني عاودت الانغماس في عالم ثاني أكسيد الكربون ذاك بين رفيقاتي من السن ذاتها أو أقاربي الأكبر سنا لغير سبب سوى تقصير فترة وجودي بمفردي على قدر الإمكان. وعلى عكس توقعاتي بدأت بالتحسن. الأصوات لم تختفي في البداية، لكنها كانت أضعف. أصبحت تأتي بصورة متقطعة بدلا من مهاجمتي 24 ساعة. لكنني احتفظت بخوفي من النظر إلى المرآة إلا نهارا. وهكذا بدأت مشكلتي تحل نفسها بنفسها، أو على الأقل هذا ما ظننته، حتى جاء اليوم الذي أدركت به أن الأصوات لم تختفي، فقط لم تعد تقتصر على الوجود بعقلي. حدث ذلك منذ يومين فقط. اتصال مفاجئ لوالدي دفعه للخروج من المنزل ليلا. لم تمضي سوى ساعة أو ما يزيد قليلا وهاتفنا مبلغا إيانا بأنه سيبيت خارج المنزل هذه الليلة. وتباعا أصبح واجبا علي المبيت مع والدتي بحجرتها. أنت تعرف أنني كنت أتحاشى هذه الحجرة كالكابوس منذ فترة طويلة، لذلك أثار الخبر ذعري. حاولت التملص من المبيت هناك، إلا أنني في النهاية استسلمت على مضض، مقنعة نفسي بأن مواجهة مخاوفي قد تكون خطوة جيدة في التخلص مما أنا فيه، خاصة وأنني حسب ما اعتقدت قد بدأت بالشفاء. هكذا انتهت الليل. أوى أخي الصغير لفراشه بحجرة مجاورة، وتوجهت مع والدتي إلى الحجرة المشؤومة متفادية على قدر المستطاع النظر نحو المرآة الكبيرة والتي احتلت مساحة لا بأس بها من الجدار بجوار الفراش. أيضا أصررت على النوم بالجهة المجاورة للمرآة لا المقابلة لها، كي لا أكون مضطرة إلى مواجهتها في أثناء الليل. لم تعلق أمي، لكنها وافقت. لم يحدث أي شيء غريب حتى تخطت الساعة منتصف الليل. المنزل كان هادئا للغاية. بعض الأصوات المنخفضة من الشارع أسفل المبنى، وصوت أنفاس أمي الرتيبة يتردد بالحجرة المظلمة. إلا
من ضوء خافت ينساب من غرفة المعيشة بالخارج. كنت قد بدأت أستارك بالنوم بدوري إلى أن ارتفع من جديد الصوت الأنثوي البارد كالفحيح بأذني. انتفضت من مكاني واضطربت ضربات قلبي بعض الشيء، لكنني لم أنهض، فقط شددت قبضتي على الغطاء جاذبة إياه حتى ذقني. أجبرت نفسي على إغماض عيني متجاهلة الصوت، لكنه عاد يرتفع من جديد. أريد أن أسمع. هكذا قالت. الكلمات كانت واضحة وكأن قائلتها تجلس بجواري. ارتعدت مرتضة بعض الأدعية منتظرة أن يختفي الصوت، لكنه عاد يتكرر بإصرار. أريد أن أسمع. فتحت فمي لأوقظ والدتي، لكن لم يخرج من حلقي أي صوت يذكر. استادت ضربات قلبي سرعة. ارتجفت يدي فوق الغطاء محاولة إجبار نفسي على ألا ألتفت. تخيلت ما قد أراه إذا التفت ولم يكن بالشيء البديع بأي حال. لذا حاولت إجبار نفسي على الاقتناع بأن هذا وهم، لكن أصوات الحركة الخافتة المقبلة من خلف ظهري جعلتني أوقن تماما بأن هناك شيئا ما سيئا يقف خلفي في تلك اللحظة. رغبت بالصراخ أو البكاء، لكنني ولسبب مجهول لم أتمكن من فعل أي منهما. بقيت متسمرة مكاني أستمع حتى جاءت اللحظة والتي رغما عني اضطررت فيها للالتفات. ما رأيته لم يكن ما توقعت، لكن ذلك المشهد كان كفيلا بدفع جميع شعيرات جسدي إلى الانتصاب ذعرا. الظلام بهذه الجهة من الحجرة كان دامسا، غطى جانب الفراش والجدار إلا من تفاصيل ضئيلة، لكن المرآة جواري تمكنت من عكس الضوء المقبل من الخارج، لذا رأيت ما رأيته بوضوح. ما رأيت لم يكن مقبلا من جوار الفراش، بل من داخل المرآة نفسها. ما رأيت كان انعكاسي على الرغم من أنني كنت بعيدا عن مجال المرآة. ولذوري لم تكن الفتاة بالمرآة انعكاسا لي فقط، كانت أنا أجل، لكنها لم تعكس وضعيتي على الإطلاق، بل كانت تستند بكلتا يديها من داخل المرآة إلى الزجاج البارد موجهة وجهها نحو الجسد الراكض بالفراش، تنظر إلي بعينين متسعتين وفم مغلق عن صيحة مكتومة. من دون تفكير كثير علمت أن هذه هي ناهد. اندلع صرختي تشق عنان الحجرة. أنظر إلى الفتاة المراقبة لي دون أن أقوى على إدارة وجهي، فقط على صرختي أكثر حتى كاد حلقي يخرج عبر فمي. استيقظت والدتي مرتعبة. أخي جاء راقدا عبر باب الحجرة المفتوح. أضيئت الأنوار بغتة، فأغمضت عيني تلقائيا وإن لم أتوقف عن الصراخ أو الارتجاف. تساؤلات كثيرة وأكواب ماء وأيد تحيط بي دون أن يتمكن جسدي من الهدوء، لكنني حين عاودت فتح عيني كانت ناهد قد اختفت. أنهت هند كلامها وأحاطت وجهها بيدها ناظرة نحو الأرض بصمت. كنت أنا أرتجف رقفة خفيفة حين تخيلت الأحداث والتي مرت بها. كحالة مرضية قد يبدو مثل هذا الكلام عاديا، لكن المرآة تشكل في نفوس الجميع نوع من الخوف غير المبرر، لذا لم أستطع منع نفسي من التوتر
وإن حاولت إخفاءه بحكم طبيعة عملي. ترددت قليلا ثم قلت لها: ما الذي حدث بعد هذا؟ لا شيء. هكذا قالت، ثم رفعت وجهها من جديد مشمرة عن ساعدها ليظهر الأثر الأسود المقزز لحرق قديم. اتسعت عيناي دهشة عندما تبينت آثار الأصابع الغائرة بذراع الفتاة المتآكل. رفعت نظري لأطالع عينيها مباشرة فأومأت بألم. لم أعد أحتمل أكثر. هذه الفتاة إما مجنونة تماما، في هذه الحالة يجب تحويلها لمن هو أكبر مني وأقدر على حل مشكلتها، وإما هي صادقة فيما تقول، وفي هذه الحالة تكون المشكلة أكبر. من جديد حاولت تمالك نفسي، بدأت الحديث إليها. قلت الكثير من الكلمات عن رغبتي في ألا تشغل بالها بهذا الموضوع كثيرا، لا بأس من بعض الأدوية المهدئة، ربما كذلك العرض على طبيب آخر، نصائح حول وجوب تخلصها من جميع الظنون والتي تدور بعقلها. كذبت نظرية وجود ناهد وأرجعتها إلى اضطراب نفسي لدى هند لا أكثر. الخلاصة أنني صنعت المستحيل لإقناع هند بما لست مقتنعا به أنا نفسي، وفي النهاية انصرفت الفتاة بأمل زائف في الخلاص وابتسامة مصطنعة مني. ما إن أغلقت هند الباب خلفها حتى سقطت جميع أقنعة التماسك النفسي والتي وضعتها طوال فترة استماعي لها. لم أستطع منع نفسي من التعجب، الدهشة. ظلت كلماتها مسيطرة على عقلي طوال فترة وجودي بالمكتب. خلال الساعات التالية جلست كالصنم أستمع إلى شكاوى تافهة من مرضى آخرين، منتظرا بفارغ الصبر انتهاء ساعات العمل لأنفرد ببعض المجلدات والتي احتفظت بها، محاولا إيجاد تفسير منطقي لحالة هند ومدفوعا بفضول لا متناهي. بقيت جالسا حتى الساعة 10 ليلا تقريبا أبحث وسط الكتب عن ظاهرة طبية منطقية تجمع بين الفصام والرغبة في إيذاء النفس. كان ذلك التفسير الوحيد لحالة الفتاة، على الرغم من أنني لم أكن واثقا كيف أمكنها حرق يدها بتلك الطريقة المريعة. كان هناك تفسير آخر يدور بخجل داخل عقلي، إلا أن عملي كطبيب أجبرني أن أفكر بمنطق طبي لا بمنطق مما يسميه البعض خزعبلات. ساعة أخرى مضت قبل أن يقطع خيط أفكاري الرنين المتواصل لهاتف المكتب بجواري. أمر وجدته غريبا في هذه الساعة، لذا رفعت سماعة الهاتف بتوجس لتخترق أذني الصرخات المستغيثة من الجهة الأخرى. كانت المكالمة من والد هند. أغلقت باب سيارتي بعنف مبالغ فيه وأنا أسرع نحو المبنى القاتم بالظلام. يحرسه بواب نوبي بدا مخضرا وهو ينظر نحوي بشك. عندما اندفعت للداخل متخذا طريقي قفزا إلى الأعلى حيث طقت هند، لم أحتاج للاستفسار عن رقم الشقة، فالحشود القلقة المتجمعة حول السلالم كانت دليلا واضحا لي. سرعان ما اخترقت الزحام بعد عناء لأصل إلى باب منزل مفتوح يقف أمامه رجل زائغ العينين غير مهندم، بجواره امرأة بدت على وجهها أعتى آيات الفزع، نقلت إلي شعورا بالذعر بدوري. حاولت الاقتراب أكثر متفاديا كوع شخص ضخم وطفلا فضوليا يقف ممسكا بيد والدته، سيدة كبيرة في السن بدا أنها استيقظت لتوها
وعددا لا ينتهي من إناس لا علاقة لهم بالموضوع، إلا أنهم جيران سمعوا أصواتا غريبة من داخل منزل الرجل. حقا نحن شعب فضولي بشكل لا يصدق. صحت قليلا محاولا المرور حتى رآني والد هند، فأشار بكلمات عصبية أن دعوه يمر. بقى بمكانه محاولا إيقاف حشد الفضوليين عن الدخول إلى داخل المنزل، وبالتالي مررت متسائلا عما يحدث، فأشار لي بالدخول بقلق. تبعتني والدة الفتاة بذعر ظننته مبالغا فيه وقتها، إلى أن رأيت الفوضى المريعة داخل المنزل. عندها أدركت مدى فداحة خطئي. عندما اتصل بي والد الفتاة مذعورا ظننت أن ما سأراه هو أثاث مقلوب ربما، أو ملابس ممزقة بعصبية، وهند ترقد وسط بركة من الدماء محاولة الانتحار. كان هذا هو السيناريو المتوقع لفتاة تعاني الانفصام، لكن ما رأيته حينها لم يكن بأي حال من الأحوال مرتبطا بما تخيلته من قريب أو من بعيد. محاولا أن لا أطأ فوق الزجاج المهشم تقدمت إلى الداخل أكثر، وقد بدأت عيني تؤلمني من شدة الإضاءة. ما فهمته من الأمة الملتاعة جواري هو أنها غابت عن المنزل قرابة نصف ساعة فقط. نصف ساعة كان كفيلا بأن يتصل بها عشرات من الجيران المذعورين هاتفين بأن هناك شيء ما خطأ يحدث بالمنزل. أتت الأمة مسرعة متوقعة حريقا أو ماسا كهربيا يقضي على ابنتها والتي كانت وحدها بالشقة المغلقة، لكن ما وجدته لم يكن ماسا كهربيا. لم تترك هند مصباحا بالمنزل إلا وأضاءته، لم تدع جهازا إلكترونيا إلا ورفعت صوته إلى حد الصمم، حتى الموقد، الكشافات الاحتياطية، الألعاب القديمة كانت تعمل بجميع طاقتها. الأسوأ من ذلك هو أن جميع مرايا المنزل وبلا استثناء كانت محطمة إلى آلاف الشظايا الصغيرة، وكأنها انفجرت من الداخل لتتناثر أشلاؤها مغطية أرضية المنزل بالكامل. الأكثر سوءا هو أن الأم جرت صارخة عبر الشقة باحثة برعب عن ابنتها، إلا أن ابنتها لم تكن لها وجود على الإطلاق، لم يكن هناك أي أثر لهند. استمعت إلى القصة دون أن أجرؤ على الحديث أو التعليق. ظلت الأم جواري تتطلع إلي وعلى وجهها أعتى آيات الذعر، متوقعة أنني وبطريقة ما سأعيد الفتاة المختفية، أو على أقل تقدير سأتفوه بتفسير ما، كيف لا وأنا طبيبها النفسي. لكنني وقفت بمكاني عاجزا عن الفهم أو التصرف. بداية حاولت استساغ التفسير منطقي، ثم عبرت المنزل في محاولة فاشلة للبحث عن الفتاة المختفية وسط عويل من والدتها جواري. في النهاية لم أتمكن إلا من الصياح بهما أن يتصل بالشرطة ويبلغ عن فتاتهما المفقودة. كان هذا هو كل ما استطعت فعله في هذه الليلة السوداء. فقط انتظرت مع الوالدين حتى أتت الشرطة مع وعد بالبحث واتخاذ أقوال والكثير من الإجراءات الروتينية الأخرى. ولأنني مجرد طبيب لم أختطف الفتاة ولم أحرضها على الهرب بالطبع، أصبح ملف هند مغلقا رسميا بالنسبة إلي. هكذا كان علي أن أعود إلى عمل المعتاد، كان علي أن أنسى قصة هند وناهد، أن أتخطى مشهد الزجاج والأضواء والتي حاولت هند بها حماية نفسها من أصوات
ظلت تؤرقها دافعة إياها إلى الجنون. كان علي نسيان كل شيء بخصوص تلك الحالة والعودة إلى حياتي الطبيعية، لكنني للأسف لم أستطع، ولهذا السبب بالتحديد أجلس هنا الآن أمام مرآة حجرتي أنظر إلى انعكاس المرهق منذ نحو ساعتين، أحاول تطبيق ما كانت هند تقوم به قبل أن يحدث ما حدث. هناك شيء ما غير منطقي يحيط بهند، شيء ما يحدثني بأن اختفاء الفتاة لا علاقة له بحالة جنون أو انفصام دفع بها إلى الهرب كما بدأ الجميع بالظن. لا أدري لماذا يحدثني قلبي بأن ما حدث لها له علاقة بناهد، ناهد التي بدأت أشك بأنها ليست مجرد انعكاس لعقل هند المضطرب. وبطريقة ما أتذكر الآن نصائح أمي عندما كنت طفلا بألا أنظر إلى انعكاسي بالمرآة كثيرا. هند صنعت ناهد، أجل، لكن وجود ناهد المادي في حياة هند لم يبدأ إلا عندما بدأت الأخيرة باستخدام المرآة كنافذة لتحدث رفيقتها المزعومة. هل هذه مصادفة؟ أم أن هند خدشت حاجزا ما لم يكن من المفترض أن تتخطاه؟ هذه الأفكار كلها كانت تدور بعقلي منذ لحظات حتى شعرت بالتعب وكدت أن أنهض، لكنني رأيت ما جذب انتباهي فجأة. اقتربت أكثر من المرآة لأرى انعكاسي بوضوح أكبر عندما لمحت شيئا غريبا جعل البرودة تزحف بين شعيرات رأسي، وبصوت مكتوم وابتسامة مترقبة تحركت شفة الوجه الذي طالعني ليتردد الصوت العميق من المرآة بأذني: أريد أن أسمع. ابتسم الرجل بارتياح عندما انتهى من الكلام، وكذلك ابتسم الآخر بمواجهتي دون أن يجرؤ العجوز بينهما على رفع عينيه عن الخشب الداكن للمائدة المستطيلة والتي يجلس إليها. أدركت الآن لما بدا الشاب الذي قابلني في الطابق الأول مألوفا وبشكل غريب عندما رأيت المشهد الذي قابلني الآن من داخل الحجرة. أمام الباب كنت أقف كتمثال أراقب الرجلين على جانبي المائدة يتوسطوما عما طه بهيئته المتوترة. كان ذلك هو المشهد ذاته والذي رأيته يوم دخلت إلى المنزل باحثا عن العجوز، المشهد ذاته والذي دفعني للعودة إلى هنا ومواجهة ما واجهت. ما اختلف هو أنني هذه المرة كنت أعرف وكنت عاكفا عن الدخول. أطبقت فمي وبدأت بالتراجع. رآني عم طه لكنه لم يرمقني بالنظرة ذاتها والتي رأيتها في عينيه سابقا، بل كان خائفا فعلا. تصارع رثم أنفاسي وأنا أبعد خطوات إلى الخلف غير راغب في رؤية المزيد. هكذا اتضح كل شيء أخيرا. عم طه لم يكن مجرد حارس المنزل، بل كان يعلم ما يدور بالداخل على الرغم من خوفه منه. وأنا بغبائي قلقت حينما اختفى من كرسيه وقررت اتباعه. غلطة دفعت ثمنها لا أنوي تكرارها. ومتجاهلا عما طه والشاب والذي كان على وشك الكلام استدرته كي أعود إلى طريقي، لكن قلبي وثب حين فوجئت بمن يستند إلى الحائط جواري ينظر إلي بابتسامة صغيرة. كانت الظلال تتلاعب من الخلف، لكن ضوء مصباح عم طه داخل الحجرة ساعدني لأرى ملامحه بوضوح. إنه الشاب ذاته والذي قابلته بالحجرة العلوية. ابتعدت عنه لكن
لم يبدو عليه الاهتمام، بل حرك نظره اتجاه الآخرين بالداخل ليقول بهدوء: لم أرى هذا الرجل من قبل. تلقائيا نظرت حيث ينظر، فوجدت أنه يرمق طه. حبست الكلمات بحلقي وأنا أشعر بالتوتر، خشية أن يراني أحد الجالسين فأتورط بقصة أخرى، لكن الشاب كان يسد الممر الضيق بوقفته هذه، فلم أستطع الخروج. عندها جاءتني فكرة مجنونة بعض الشيء: إن كان عم طه قد نجح في العبور من خلالي إلى الداخل، أتراني أنا أتمكن من الفعل نفسه كي أصل إلى الخارج؟ ابتلعت أنفاسي وأنا أقدر المسافة بيني وبين الباب. إن قطعتها ركضا فلن يتمكن من اللحاق بي. توالت أنفاسي وأنا أقبض يدي استعدادا، بينما هو غير منتبه، ما زال يراقب الرجل بالداخل بدهشة ممزوجة بالفضول. لذا وجدت الفرصة سانحة وانطلقت ركضا. وجدت الشاب يصيح بألم، فانتبه الرجال بالداخل واتجهت أعينهم نحونا حين ارتطمت به لأفقد توازني وأترنح مستندا إلى العائط. انتابني الذعر وأنا ألتفت إلى الخلف مستمعا إلى حركة المقاعد قبل أن يظهر الرجلان من فرجة الباب وهما يرمقان كلينا، أنا والشاب يرمقاننا بدهشة. بدأ أنهما لم يستوعبا ما حدث بالتحديد، لكن ما حدث بعدها هو أنني رأيت طه يظهر كذلك من خلف الباب، لكنه لم يقف ليرمق المشهد كما فعل الآخران، بل نكس رأسه بذعر وانطلق عبر أجسادنا بخطوات متعرجة سريعة عبر الممر نحو الخارج. فعلها مجددا ولا أعلم كيف، راقبته بذعر وهو يسرع من خطواته محاولا التنفس لينظر من خلف كتفه إلى المجموعة الواقفة بهلع ويكمل طريقه ليتشبث بمقبض الباب ساحبا إياه، لينفتح وهو يختلس النظرات اتجاهنا خوفا من أن يلاحقه أحد الواقفين على ما أظن. لم أتردد هذه المرة، بل انطلقت بدوري وأنا أصيح به أن ينتظرني. من خلفي ارتفع صياح الشاب يحمل نبرة محذرة: لا، لا تخرج إلى هناك. لم أستمع له ولم أستدر حتى كي أرى كيف بدا وجهه، بل ركضت كالملسوع أتعثر وأحاول تمالك خطواتي خلف طه الذي اختفى عبر الباب الآن. ما إن وصلت إلى الباب حتى استندت إليه ناظرا خلفي، لكنني لم أجدهم هذه المرة، كان الممر فارغا تماما. عبرت الباب حينها وخرجت تاركا المنزل المشؤوم خلفي. صفعت الباب لأغلقه في حركة غريزية وأنا أقطع السلالم القصيرة مستندا إلى طرف الجدار كي لا أسقط نتيجة لتوتري. استطعت أن أرى الأضواء بالشارع، تمكنت أخيرا من رؤية البوابة الحديدية نصف المفتوحة. ظننت أنني لمحت طرف ملابس عم طه يختفي خلف الجدران. بعقلي نبع تساؤل عن الكيفية التي غادر بها عم طه المنزل وهو ميت، لكنني نبست هذا السؤال لحين أبتعد عن هنا. وبالفعل تحركت من جديد ملتقطا أنفاسي بصعوبة بالغة. كنت الآن في مواجهة الباب الحديدي يفصل بيننا جزء صغير من الممر المظلم بين المنزل والبيت المجاور. ابتسمت، لكن ما إن سمعت صوت الأنين خلفي حتى تلاشت ابتسامتي فورا. فحين استدرت ودون وعي مني رأيته، علمت للمرة الأولى كيف يبدو هؤلاء في الظلام. لا أظن أن أي تشبيه سيكفي لوصف الذعر في تلك اللحظة حين رأيته متكوما وقد التصق بالجدار جواري. لا أعتقد أنني سأتمكن من تقليد الصرخة
التي اندلعت من عرقي حين رأيت عيني الآدميتين ترتفعان لتحضك بي من بين ما تبقى بوجه المتآكل من ملامح. لم أركض هربا هذه المرة على الرغم من أن المسافة بيني وبين الأبواب لم تتعدى بضعة أمتار. لاحقا أدركت سبب عدم قدرتي على الهرب تلك الليلة، لكن ليس في ذلك الوقت. في ذلك الوقت كان كل ما أدركته هو أن قبضة الألم الرهيبة تعتصر قلبي حتى عجزت عن التنفس السليم. حاولت تجاهل الأمر، لكن هذا الرجل أو هذا الشيء لم يكتفي بالقبوع بين ظلال الجدران منتظرا كما فعل سابقوه، بل دون أن أحظى بالوقت الكافي للتصرف كان ينهض معتصرا ساقي والتي كانت أقرب إلى جسده. انتابني الهلع، انتفضت صارخا من جديد، لكن لم يتخلى عني بل نهض وهو يئن ألما مع كل حركة يقوم بها. عاودت الصراخ والاستغاثة لعل أحدا بالشارع يسمعني، لكن المر القلائل والذين لاحوا أمام عيني توقفوا فجائيا وهم يرمقون المنزل، ثم أسرعوا للجهة الأخرى مباشرة. لا 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 تذهبوا، أنا هنا، أنا حي. صرخت وصرخت، أطبق الخوف على صدري وأنا أحاول التحرر حتى سقطت أرضا. ركلت بعنف وخدشت الأرض أحاول الوقوف من جديد، لكن هذا الشيء بدأ بالزحف فوقي، كان قابضا على خصري ثم كتفي وهو يئن بألم. كان ثقل جسده مريعا، شعرت بالاختناق، سهلت كي أخرج التراب الذي التصق بفمي. صرخت من جديد فشعرت بحنجرتي تتقرح. استطعت الشعور بأنفاسي المقززة خلف أذني، اشتممت رائحة العفن القذرة الصادرة من جسدي المتآكل. اكشعر جسدي حين شعرت بذراعي تعتصر كتفي. ارتفع القيء والغثيان إلى حلقي فاختنقت، لكن هذا أعطاني القوة الكافية لأنفذ جسدي مجبرا إياه على السقوط من فوقي إلى الأرض الترابية المظلمة. لم أعد أصرخ لأنني لم أجد داخلي القوة الكافية للصراخ. انتهزت الفرصة كي أنهض محاولا التغلب على الألم، لكن اليد الميتة عادت تنتشب بساقي ساحبة إياي إلى الخلف. اندلع الصوت المتشقق يلهب أعصابي، لا بالأنين هذه المرة بل بهمسات متتابعة. لم يكن خطأي، أقسم أنه لم يكن خطأي. ودون أن يمنحني الفرصة بدأ، وبنبرته المشروخة بدأ يحكي آخر قصة سمعتها في هذه الليلة. كان معي في الغرفة، كان معي ولا أعرف كيف، التفت نحوي والتقط عيناي بعينيه، تلك النظرة والتي لن أنساها ما حييت. أيمن أيمن، هناك شيء ما خطأ. القبر، الظلام، الصمت، مصطلحات دارت بذهني بينما أعبر الطريق شبه المظلم إلا من بعض الأضواء البعيدة، ملتفتا خلفي للمرة العاشرة بقلق، محاولا الحفاظ ومن دون جدوى على ما تبقى لي من رباط الجأش. أعرف أن قلقي مبالغ فيه بعض الشيء، لكن صدق أو لا تصدق، كانت تلك هي زيارتي الأولى لهذا المكان المقفر. فور أن انتهى الطريق وبدأت الأحواش الحجرية تلوح أمام عيني، توقفت قليلا
قليلا ناظرا حولي، ثم عاودت التقدم بصمت قاطعا الطريق الترابي نحو الداخل أكثر. بدأت بالنظر إلى المباني الصغيرة لا بفضول لكن بتوجس. أحد أعمدة الإنارة القليلة ساعد في إضاءة المكان قليلا، لكن الطريق ظل محتفظا بذلك الطابع المهيب المميز للموت. ظل صغير عبر أمامي فأكفلت متراجعا للخلف، لكنه لم يكن سوى قط داكن اللون مشعث توقف ناظرا إلي بفضول، ثم تابع طريقه وكأن شيئا لم يكن، مصدرا مواء باردا وهو يختفي بأحد الأرقان. صوت سعال أيضا ظهر من خلفي فجائيا، فالتفت بذعر لكنه اختفى كما ظهر. بلا مبالاة تلته ما بدت كهمسات مقبلة من خلف أحد الأحواش المتناثرة. على الرغم من أن ضربات قلبي ظلت تقضع بجنون، فإنني واصلت تقدمي غير عالم أي طريق علي اتخاذه بالضبط، محاولا إقناع نفسي أنني كنت أحمق بل شديد الحمق لموافقتي على فكرة جنونية كهذه. البرودة المعتادة وجدت طريقها للزحف فوق جسدي، لكنني تجاهلتها متقدما يسارا إلى ما بدا وكأنه تفرع طريق ترابي آخر أكثر اتساعا، كل أمل أن يقودني إلى وجهتي كي تنتهي هذه الليلة بسرعة. وبالفعل ما إن خطوت متخطيا قوة رمادية اللون حتى رأيت الحجرة الصغيرة المضاءة بنهاية الطريق. ابتسمت للمرة الأولى في هذه الليلة، تنهدت براحة وأنا أسرع الخطى أكثر نحو غرفة اللحاد. نظر الرجل إلي بذعر من جديد وهو يحلف بالطلاق أن شيئا مما أقول لم يحدث، بينما أنا أصر بغضب مصطنع على أن هناك من عبث بتربة أسرتي وأنه وغد كاذب وأن أياما سوداء طويلة ستكون بانتظاري داخل إحدى الزنازين القذرة بالسجن، وأن تجارة الجثث لا تقل بشاعة عن تجارة المخدرات. احمر وجه الرجل، بدأت عروقه بالانتفاض وهو يحلف ويقسم بذعر مرة أخرى. لأرفع أنا صوتي أكثر محاولا دفع اللحاد كبير السن إلى الانهيار مما سيؤدي به إلى تنفيذ طلبي بالتأكيد ودون الكثير من الأسئلة. وبالفعل استمر الوضع المشحون داخل الغرفة لبضع دقائق أخرى، والرجل يحاول وأنا أنفي، حتى قمت بإلقاء اقتراحي والذي أتيت من أجله أخيرا. حسنا فلنفتح التربة ونتأكد، قلتها بوجه غاضب وأنا ألوح بيدي. فلم يكن من اللحاد إلا أن صمت ناظرا إلي بتردد، ثم لم يملك إلا أن وافق بعد أن سلمته مفتاح التربة الخاصة بعائلتي متوعدا إياه بالويل. تقدمني ضاربا كفا بكف وهو يتمتم بشيء ما عن المصائب التي تأتي مجتمعة والليلة السوداء، ومن حين إلى آخر ينظر إلي بكراهية عميقة، ثم يواصل طريقه بين أخاديد القبور المتراصة غير عابئ بالأصوات والتي كانت تظهر وتختفي، أو الظلال الفضولية والتي ظلت تطالعنا فجائيا من خلف هذا القبر أو ذاك. من خلفه كنت أتبع خطواتي وقد برمقت وجهي على الاحتفاظ بتعبير الامتعاض كي لا يبدأ الرجل في الشك بنواياي، لكنني على الرغم من ذلك
لم أستطع منع التوتر من التسلل إلى نفسي كلما شعرت بالحركة قربنا، أو كلما شعرت بأن النهاية قريبة. بداخلي يتحرك العضو الضامر المسمى الضمير، حاثا إياي على الركض مبتعدا أو إنهاء الموضوع بأكمله. لكنني كنت بتردد أذكره بعنف لأقنع نفسي أنني قد تقدمت كثيرا الآن ولا مجال للتراجع حتى لو أردت ذلك. اتفضل يا بيه، قال اللعاد بصوته الخشن وهو يتوقف أمام إحدى البوابات الصغيرة المحيطة بمبنى مصفر اللون، لينحني مولجا المفتاح بقفل ضخم صادق من فوق رأسه. استطعت بصعوبة استيضاح لوحة رخامية أظنها تحمل اسم عائلتي. التفت خلفي بقلق تاركا الرجل يتقدمني للداخل وهو يشمر عن ساعده المشعر قبل أن يرتفع صرير مريع إثر إزاحته للباب الحجري المغطي لقوة الدفن. بدأ جسدي بالارتجاف عندما تقدمت لأقف جوار الرجل والذي اعتدل نافضا يديه من التراب. التفت نحوي، التقط عيناي بعينيه تلك النظرة والتي لن أنساها ما حييت. قبل أن تهوي العصا الخشبية الغليظة على مؤخرة رأسه بعنف، لم تكن فكرتي، ليس اقتراحي، لكن هذا لا يعفيني من الذنب المريع الذي ارتكبته. لم يكن اللحاد رجلا بريئا أبيض اليدين إلى هذه الدرجة، علاوة على ذلك فإن صيته قد ذاع بين تجار الهيروين وصانعيه، نابش القبور وسارقيه، طلاب الطب الباحثين عن جثث لتشريحها، وطلاب الآثام الباحثين عن موتى لإشباع ساديتهم المريضة على حد سواء. لكن هذا لم يكن سببا كافيا لما أقدمنا على فعله، على الرغم من أنه كان وسيلة قوية حقا لإقناعي بأن أخطو فوق ضميري مقدما على تجربة لن تخسر فيها البشرية سوى رجل واحد من بين 100 مليون شخص. مبرر أحمق، لكنه استدرجني كي أشارك صديقي المقرب ياسر في هذه الجريمة والتي لا أعلم إلى أين ستؤدي بنا، لكن نهاية المطاف لن تكون جيدة بأي حال من الأحوال. كنت أفكر في هذا بينما أراقب بشرود ياسر والغارق في العرق والتراب وهو يجر الرجل فاقدا الوعي، يجره جرا إلى داخل الفجوة المظلمة بالأسفل. كان يتنفس بصعوبة وهو يجاهد كي لا يسقط منكفئا داخل الكوة الباردة، لكنني لم أجد بنفسي الشجاعة الكافية لمساعدته. تسمرت مكاني ناظرا حولي من حين لآخر، وقد أطفى التوتر نوعا من الوساوس على عقلي لأشعر بعشرات الأعين تراقبني ومئات الأصوات تهمس من خلف ظهري. أنا مذنب، مذنب، وسيأتي العقاب في أي لحظة، الآن وفي شكل دورية شرطة أو لص أو أي ما كان، لألقى نهاية بشعة أنا والأحمق المختفي داخل القبر. سأقضي بقية حياتي بالسجن، هذا إن لم يتم إعدامي شنقا. سأنتهي بسبب فكرة غبية. تبا لك يا ياسر. قطع حبل أفكاري صوت زميلي وهو يسعل محاولا انتزاع هذا الكم من التراب من قصبتي الهوائية. بصعوبة انتزعت نفسي من وساوسي والتفت نحوه لأقترب أكثر. كان ضوء المصابيح الواضح الآن ينعكس من داخل القبر صانعا
مزيجا مرعبا من الظلال فوق الجدران الباردة. فأدركت وقتها أن ياسر قد انتهى من الجزء الأول من خطتي. حاولت ضبط أنفاسي وأنا أتقدم لأساعده على إغلاق الكوة وإزالة أي أثر يدل على أننا وجدنا هنا، ثم انطلقنا نحو الخارج متفادين النظر إلى بعضنا البعض، تاركين خلفنا بابا حديديا مغلقا بإحكام وجسدا فاقد الوعي داخل تربة مغلقة. أغمضت عيني تاركا الماء البارد يغرق رأسي، فلربما يخلصني من الذنب العالق بذهني كما خلصني من ذرات التراب والعرق المتراكمة فوق خصلات شعري. على الرغم من أنني شاركت ياسر في تجربته المجنونة تلك، فإنني الآن وقد انتهى الجزء الأول منها بدأت أشعر بفداحة الخطأ الذي ارتكبناه. فبأي حق نسجن رجلا حيا داخل قبر لمجرد صنع محاولة ما لتسجيل ما يحدث بالقبر بالصوت والصورة؟ لأنها طريقتنا الوحيدة للمعرفة، بما أن من كتب عليه مواجهة التجربة لن يعود ليحكيها. كان هذا هو مبرر ياسر، هكذا أقنع نفسه وهكذا دفعني لأصمت وقتها، وإن ظل هو معدوم الشعور بالذنب حتى الآن. بينما أنا بدأت جميع المخاوف والمشاعر الكئيبة تنهش عقلي، الإحساس بالذنب قاتل، خاصة أنك تعلم ألا وسيلة لإصلاحه. لقد عبرت إلى الجانب الآخر بالفعل، أنت الآن قاتل أو تكاد تكون قاتل. حاولت نفض تلك الأفكار عن عقلي عندما سمعت صوت ياسر العميق يصيح باسمي من الخارج. رفعت رأسي نافضا الماء العالق بشعري، ثم جففت وجهي والذي لم يفارقه تعبير الكآبة بعد وخرجت إليه. كنا في شقة ياسر الصغيرة والتي نادرا ما تستعملها عائلته، والتي اتخذها هو وكرا للدراسة أحيانا أو للاجتماع مع الشلة في أوقات فراغنا. أمام مكتب الكمبيوتر الخشبي الصغير والذي كان يوما منضدة، جلس ياسر شاخص العينين وهو يراقب الشاشة البراقة أمامه، وفوق زجاج عويناتي انعكست أضواء رمادية وخضراء يمكنني ومن دون جهد أن أدرك أنها مشهد الرجل الراقد داخل القبر. الشاشة كانت متصلة لاسلكيا بالكاميرا الصغيرة والتي زرعناها بالقبر قبل أن نقوم بوضع الرجل بداخله. منذ ساعات عدنا إلى المنزل لاهث الأنفاس لأسقط أنا قرب الباب محاولا استيعاب ما قد حدث، بينما يسرع ياسر إلى شاشة الكمبيوتر ليقوم بعملية ما معقدة متعلقة بإيصال الجهاز بالكاميرا وما شابه. بدأ على وجهي تعبير نهم حينها وهو يضغط على الأزرار بجنون، حتى زاح بظفر في النهاية عندما ظهر الكادر الضئيل وبمنتصف الرجل كبير السن ملقيا أرضا وقد التف جلبابه القاذر حول جسده بطريقة مثيرة للرثاء. منذ تلك اللحظة حتى الآن وياسر جالس أمام الشاشة يراقب كالصقر دون أن يعيرني أي انتباه، لذا لم يكن المشهد الذي رأيت عند خروجي من الحمام غريبا. الغريب حقا هو تعبيرات وجهه عندما رفع نظره إلي ليقول وبصوت متعشرك: أيمن أيمن، هناك شيء ما خطأ. لم أجد أفتح فمي حتى انقطعت الأضواء عن الشقة بالكامل. ياسر ياسر،
لا إجابة. ياسر ياسر، لا إجابة من جديد. ترنحت بمكاني مادا يدي تلقائيا إلى الجدار جواري. اتسعت عيناي محاولا الحصول على أي رؤية، لكن الظلام كان مطبقا، ولدهشتي كان الصمت مطبقا أيضا. بسري لعنت ياسر وشركة الكهرباء، ثم لعنت اليوم الأسود الذي وافقت فيه على خوض تجربة مثل هذه. استبد بالغضب، قد بدأت بالتحرك قليلا عاجزا عن الرؤية أو عن تحديد اتجاهي. حتى عندما تنقطع الكهرباء بمنزلي سرعان ما أتمكن من النهوض فالمشي الحذر في إيجاد شيء ما لإضاءة المكان. ألفة المكان تساعد، لكن هنا شعرت بأن الظلام يجردني من القدرة على التفكير السليم. وللمرة الثالثة ناديت ياسر بعنق. هذه المرة أتى الرد في صوت حشراجة غريبة. توقفت عن الحركة لأصغ السمع، كدت أنادي مرة رابعة، لكن ارتفاع الصوت أجبرني على الصمت. شيئا فشيئا بدأت مشاعر العنق تخبط لتحل محلها الدهشة، عندما ارتفع صوت خبط ما وكرسي يسقط، ثم شهيق مختنق وأصوات أقدام متعثرة ترتطم بشيء ما. بعدها اهتل الصمت الغرفة من جديد. وبالطبع لا أحتاج للقول أنني تسمرت مكاني عاجزا عن الفهم أو الحركة. دقات الساعة الرتيب فوق الجدار تجعل هذا الصمت لا يحتمل. ترددت قليلا قبل أن أفتح فمي مرة أخرى ليأتي صوت المختنق مناديا على ياسر، لكن ما كدت أن أنتهي من الجملة حتى انطلقت تلك الصرخة الملتاعة تلتها خطوات راقدة. وقبل أن أجد لدي القوة الكافية للاستيعاب، صدمني جسد راقد لأفقد توازني مطلقا صيحة اعتراضية ذابت وسط الفراغ. عندها سقطت وهوى هو فوقي. ضربني الألم كعاصفة رعدية عندما ارتطم رأسي بالأرضية الصلبة. لم أكن أرى، لكنني شعرت بومضات الألم تحوم حول عيني، وارتفع الطنين بأذني للحظات. فقدت الشعور لوهلة، ثم عاودت إدراك أن جسد ياسر ما زال ساقطا فوقي، لذا دفعته عني بألم. أطلقت سبة وأنا أحاول النهوض، لكن ياسر ولدهشتي لم يبدي أي رد فعل، بل انزاح ليسقط جواري كجوال مصمت دون أن يتحرك مقاوما أو متألما حتى. وبصوت ضعيف نهرته وقد بدأت أشعر بالتزام مرة أخرى، وإن ظلت مؤخرة رأس متورمة تنبض بعنف، لكنه لم يجب، بل لم يصدر عنه أي صوت من الأساس. عندها بدأت أشعر بالقلق. ياسر ياسر، قلتها بتوتر. حركت يدي وسط الظلام متحسسا جسده المتكون جواري. كان منثنيا حول نفسه في وضع السقوط، لكنني استطعت الإمساك بذراعي، وبالتالي قلبته نحوي بتوتر. هل فقد الوعي إثر الارتطام؟ استندت بيدي إلى صدري وأنا أحثه على النهوض من جديد. كانت ذراعي باردة متصلبة كالصخر، لم يستجب لي. حاولت بعنف أكثر أن أفيقه دون جدوى. عندها بدأ شعور جديد يدب بأوصالي. خرج ندائي لا بصيغة الغضب أو القلق، بل بصيغة الخوف. استندت إلى ركبتي
قابعا دون عراق المرهى. هناك شيء ما خطأ. اضطربت ضربات قلبي قليلا. كنت لا أزال ممسكا بذراع ياسر، لذا اقتربت بعد تردد مادا ذراعي على غير هدى كي يحاول الوصول إلى وجهي. قبضت يدي على خصلات شعره المبعثرة هابطة نحو الأسفل. ارتجفت بذعر عندما واجهت ذلك الملمس اللزج للعينين المفتوحتين، لكن أصابعي الباردة تحركت عبر وجهه متغطية خطوط وجنتيه والتي بدت مشدودة لأعلى بقوة مبالغ فيها. ما إن وصلت لنهاية وجهه حتى انطلقت مني شهقة مكتومة وأنا أنتفض للخلف بذعر كمن أوصل ذراعه بقابس كهربي. ففك ياسر لم يكونا مفتوحين على اتساعهما فقط، بل كانا محشوين بالتراب تماما. لم أتمكن من الصياح، لسبب ما لم أتمكن من الصياح، لكنني زعفت مذعورا أبعد ما يمكن عن ياسر، وقد أفقدني ما حدث أي قدرة على التحكم بأعصابي. ظل جسدي ينتفض برعب. وقفت بصعوبة، لكنني لم أستطع الاحتمال أكثر فأفرغت ما بمعدتي. ماذا حدث له؟ بطريقة ما حاولت ألا أربط بين ما حدث وما فعلناه سابقا هذه الليلة، ربما لأن أشياء كهذه لا تحدث في الواقع، أو على الأقل لم يستطع عقلي استيعاب أنها من الممكن أن تحدث. حتى لو حدثت من المستبعد أن تحدث لي. لماذا؟ لأننا بمصر، ولأن هذا ليس واقعا، لأنني لم أسمع به من قبل، ولأن توقف عقلي عن التفكير وقد أدرك مدى غباء المبررات والذي وضعها. ما وقع لغيرك يمكنه أن يطولك أنت أيضا إذا وجدت الظروف المناسبة لذلك. لا قواعد هناك، لا قواعد في الموت، خاصة أن أصابعك بدأت بالعبث في أشياء كان من المفترض ألا تعبث بها. لذا توالت أنفاسي بهلع وقد تغلب علي الرعب البدائي التقليدي. لا أريد تفسيرا، علي فقط أن أهرب. لم تكن أعماض معدتي قد هدأت بعد عندما عاودت تحسس طريقي باحثا عن الباب، بل كانت تنهش أعشائي بعنف. أصبح التقاط أنفاسي أمرا عسيرا. توترت حركتي وقد خفت أن أتحرك بالجهة الخطأ فأصطدم بياسر من جديد. الظلام أفقدني حس الاتجاهات. تعثرت أكثر من مرة بأكثر من قطعة أثاث لأسقط مرتعدا كفأر وأحاول النهوض من جديد. ضربات الساعة تلسع الخيوط الباقية من عقلانيتي. رغبت بالصراخ فيها أن تصمت، لكن الصوت الرتيب استمر وسط الظلام. العرق المالح يتسرب إلى عيني فيزيد الأمر سوءا. ضربات قلبي تختلط بدقات الساعة تلك. تبا، أين طريق الخروج؟ ثم توقفت دقات الساعة فجأة. لو كنت في ظروف أخرى لم أكن لألاحظ، لكن ولأنها الصوت الوحيد حولي بدا صمتها مفاجئا إلى حد مريع. حاولت منع نفسي من التوقف بدوري، لكن الصوت الذي أتى من الجهة الأخرى من الحجرة أجبرني على التسمر مكاني. إنه ذلك السؤال الخشن. أعرف هذا الصوت جيدا. كان معي في الغرفة،
كان معي ولا أعرف كيف. التفت جواري، التفت خلفي، شخصت النظر أمامي، لا أرى، لا أستطيع الرؤية. أين هو؟ كيف؟ الظلام، تبا للظلام. تعالت أنفاسي متحولة إلى زفير متتابع. كنت أرتجف، أرتجف وأتصبب عرقا. ترتج قدماي لأفقد توازني دون أن أجد حولي ما أستند إليه. السؤال الخشن يرتفع من جديد، أحاول تحديد جهته، لكنه بدأ آتيا من كل مكان. تحاملت على نفسي وركضت، ركضت على غير هدى، غير عابئ بما أتعثر به. ارتطمت بجدار ليرتج رأسي ألما. أشعر بخيط من الدماء يسيل فوق شفتي. لم أهتم، ركضت من جديد للجهة المقابلة. لا أرى، لا أستطيع الرؤية. خشخشة الجلباب ورائحة التراب هذه، هذا لا يمكن أن يحدث، هذا لا يحدث في الواقع. صحت، صرخت، ركضت، سقطت ونهضت، ثم سقطت مرة أخرى. فقدت الشعور بنفسي، لا أستطيع الشعور بساقي. الألم الحارق يعتصر صدري كمن ظل يركض أميالا. رائحة العرق القذرة المختلطة بالتراب أفعمت أنفي عندما انغلقت القبضة الخشنة فوق ذراعي كالكلابات. اتفضل يا بيه، قالها الصوت العميق ذو النبرة المتعشرجة، قالها وقد كانت آخر ما سمعت. بعد ذلك أول ما أدركته هو أنني ما زلت حيا. الألم المريع يقيد جسدي بالكامل. لم أقوى على فتح عيني بعد، لكنني كنت حيا. كنت أتنفس بصعوبة، لكنني كنت أتنفس. لم أمت ولا أعرف كيف. ثم ما لبثت أن أدركت أنني أشعر بالبرد. هناك شيء ما يحيط بي، شيء ذو ملمس خشن يلتصق بجسدي باعثا في القشعريرة، لكنه لا يقيدني. كنت حر الحركة على الرغم من كل شيء. وسط الضباب والذي غلف ذهني نجحت في استعادة ذكرى مشوشة لما حدث، لكنني كلما نجحت في استيضاحها بدت لي غير واقعية. تحركت قليلا غير مصدق تماما أنني ما زلت حيا. ربما كان ما حدث حلما. بدأت خيوط ضعيفة من الأمل بالتسلل إلى قلبي، لكن ما إن حاولت التنفس بجدية حتى تبددت تلك الخيوط كالدخان. لسبب ما أبى الهواء عبور أنفي. شعرت بالاختناق، حاولت فتح فمي والذي تراكمت فوقه القشور. بالفعل تسلل الهواء إلى رئتي، لكن ذلك لم يساعد إلا في شعوري بالاختناق. وبالتالي مددت يدي نحو وجهي بصعوبة لأشعر بأصابعي الباردة، بينما تقبض على هذا الشيء الذي يسد فتحتي أنفي مانعا إياي من التنفس. لم أحتج إلى الرؤية كي أدرك أن هذا الملمس الزغبي بيدي كان قطنا. كانت لحظات فقط هي تلك التي قضاها عقلي دون قدرة على الاستيعاب، لأنني سرعان ما كنت أنطفي ذعرا. وسط ضربات قلبي المتسارعة والرائحة العطنة التي هاجمت أنفي، مددت ذراعا متيبسة نحو أذني وقد بدأت بالفهم. شعرت بالملمس الزغبي من جديد. قطن،
قطني بأنفي، قطني بأذني. حاولت بألم تحريك جسدي، وقد بدأت بالهلع فقط لأدرك سبب شعور البرودة هذا. أنا عار تماما. يا إلهي لا تجعل فهمي صحيحا. فتحت عيني على اتساعيما، لم أرى أي شيء، ما زال الظلام يغلف الموجودات، لكنه كان ظلاما مختلفا، ظلاما باردا، ظلاما ذا صدى، لو كان لهذا المسمى وجود. تردد صوت أنفاسي بالمكان وأنا أنحني متحسسا الأرض حولي، تراب جاف علق بين أصابع يدي. دون قصد احتكت يدي بثنية طولية من القماش. لم أكن أرى، لكنني ولرعبي أدركت معنى هذا والذي يحدث الآن. وصلت يدي الحركة هنا وهناك عبثا، وأنا أنحني وقلبي يكاد يتوقف. عندها اصطدمت بملمس أكثر ليونة جواري، ملمس جسد آخر، قطن وظلام وتراب وجسد. فقط في هذه اللحظة شل عقلي تماما لتندلع أكبر صرخة أطلقتها منذ ولدت. كانت تلك هي النهاية، لا لأنه انتهى من سرد قصته وتخلى عني سامحا لي بالذهاب، لكن لأنني لم أعد أعي ما يدور حولي كثيرا. اشتدت قوة القبضة العاصرة مجبرة قلبي على النبض بقوة لم أعهدها من قبل. أصبح التنفس ليس عسيرا بل مستحيل. بداية ظننت الجسد الميت يقبض على كتفي، لكنني حين شعرت به يبتعد لينزوي بأحد الأرقام من جديد أدركت الحقيقة. حاولت أن أنهض، لكن الأمر كان أصعب مما توقعت. كل ما نجحت به هو الانقلاب على جانبي وأنا ألهث. كان الصداع يمزق رأسي، شعرت بخيط من الدماء ينبثق على استحياء من أنفي ليتلوى متجها إلى التراب البارد أسفل رأسي. أنا أموت، علمت هذا وعجزت عن تصديقه في البداية، لكن لم يعد هناك مجال للنكران. كان الذعر الخالص قد تملك مني في هذه اللحظة، لكن ويا للسخرية، لم أكن أشعر بالذعر من الموت بل من الموت في هذا المكان بالذات. اقتصدت شهيقا صغيرا وقد بدأت في محاولة مزرية للزحف كي أصل للخارج. لم أرغب بالموت هنا. كلما تذكرت هؤلاء بالأعلى حاولت التشبث بالحياة فقط كي أصل للخارج. رجوت بسري وتوسلت، لا أريد الموت هنا، لا أريد أن أصبح أحدهم، لا أريد دفع الموت عني، فقط أريد أن أموت بالخارج، رجاء أريد الموت بالخارج. الطنين نال من أذني فأغلقت عيني بألم، لكنني واصلت الزحف. لمست أصابعي الواهنة الحديد البارد للبوابة، لكنني توقفت حين اخترق الطنين بأذني خطوات الأقدام المسرعة والتي ضربت الأرض أمامي. بصعوبة فتحت عيني لأرى من بين النقاط المشوشة عددا من الرجال يعبرون البوابة الحديدية متجهين للداخل، والتجاههم يبدو على وجوههم. دون تفكير كثير تذكرت المحادثة والتي أجريتها بأعلى. النجدة وصلت بالفعل، لكنها جاءت متأخرة للغاية. توقفت عن الحراك بوهن أحدق بالفراغ بعين شبه عمياء وأنا أنتظر سماع الصيحات المذعورة. تشبثت بآخر أنفاسي أنتظر أن أشعر بيد أحدهم تجرني للخارج، لكن انتظاري ذهب سدى. النجدة لم تأتي. عجزت عن رؤيتهم بوضوح، لكنني وسط الأضواء الضعيفة
أدركت أنهم تخطوني باحثين بالمدخل. عندها فقط أدركت ما كان يعنيه الشاب بالحجرة. محمود، أنت سمعت هذه القصة من قبل؟ أدركت الآن كيف سمعتها من قبل، لكن يصعب القول إن الرعب هو ما تمكن مني هنا. لم أحظى بالوقت الكافي للرعب، لأنني في اللحظة التالية فقط كنت ألفظ أنفاسي الأخيرة، وقد ذهبت محاولاتي سدى. الشيء الوحيد الذي تمكنت من إخراجه من المنزل هو رأسي وذراعي الدامية. أرجعت رأسي للوراء وأنا أنظر لسماء الليل الخاوية من الغيوم. ما زال الصخب يملأ الشارع على الرغم من أن الوقت قارب منتصف الليل. كلما تذكرت الليلة والتي وقعت بها تلك الأحداث اكشعر بدني. الآن فقط أستطيع أن أرى خيوط القصة كاملة. كيف أتيت إلى هنا لأجلس مرافقا لعم طه والذي كان بريئا تماما من أفكار السوداء، الرجل العجوز حارس المنزل؟ دفعه الفضول لاكتشاف ما بالداخل أحد الأيام. كان ليلاقي مصيرا مريعا لولا أنني كنت بالداخل بالفعل. للأسف هناك خدعة صغيرة غير عادلة، هي أن عقلك حتى بعد أن تموت لا يتذكر إلا ما كنت مؤمنا بأنه الواقع حين كنت على قيد الحياة، حتى لو كان هذا الواقع هو مجرد فكرة من صنع عقلك نتيجة لصدمة تعرضت لها. أنا لم أدخل تلك الليلة إلى المنزل بحثا عن عم طه، بل هو من أتى بحثا عني. تلك الليلة دخلت إلى المنزل بدافع الفضول حين رأيت حارس البيت غائبا. توغلت بالبيت وصعدت الأدوار ورأيت ما رأيت، وحين عدت إلى الأسفل كان عم طه قد دخل إلى المنزل بحثا عني حين قابل الرجلين. لابد أنه كان قد اكتشف حقيقة ما يدور بالمنزل حينها كي يتركني هكذا ويهرب، ظنا منه أنني واحدا منهم. أنا لا ألومه كثيرا الآن، يصعب أن تشعر بالكراهية حين تكون ميتا. حاولت الهرب بدوري ذلك اليوم، لكنني سقطت ضحية للسكتة القلبية. كان أنا من وجد جسده أمام المنزل في اليوم التالي، والعزاء الذي حضرته لابد أنه كان عزائي أنا. كنت أجلس بالسرادق أنا جسدي أنا دون أن أدري. ظننت أنه عم طه. عقلي اختلق ذلك نتيجة للصدمة. لم أكن أتذكر أي مما حدث، لذا عدت مرة أخرى للمنزل. هذه المرة عدت ميتا. لهذا بدت الكثير من الأشياء غير منطقية. لهذا لم يرني رجال النجدة، ولهذا أخبرني الفتى بأنني سمعت هذه القصة من قبل. هو كان يعلم الحقيقة لكنه لم يصارحني، فقط سواء كان هذا بإرادته أو كان قدري. كنت أكرر ما حدث بالطابق الثاني تماما، أنصات لقدري دون إدراك مني. أكرر ظروف موتي مرارا دون أن أتذكر بكل مرة جديدة أن هناك مرة سابقة. لا يمكنك الهرب من القدر، حتى الموت لا يعني دائما الخلاص، بل هو شيء أشبه بإخلاء سبيل مشروط. سوزان وجودي وسارة وأيمن والشباب الآخرون وأنا، نحن سكان هذا المنزل. قصصنا هي ما ستسمعه إن دفعك الفضول لاكتشاف ما يدور خلف أبواب الشقق المغلقة داخل هذا البيت القديم بنهاية الشارع. بعضنا وجوده هنا مرتبط بموته داخل جدران المنزل مثلي أنا، والبعض الآخر مات بالقرب من هنا مثل سوزان،
والتي علمت فيما بعد أن حياتها انتهت قرب القسم القديم بنهاية الشارع. بينما البعض الآخر لا أعلم كيف جاءوا، لذا لا تتساءل كيف اجتمعنا هنا، لأنني سأجيبك بأنني لا أعرف. ليست جميع قوانين عالم الموتى معروفة على أي حال. أطلق أبناء شارعي على عم طه يوما حارس منزل العفاريت. كنت أصخر منهم لأنني لم أكن أصدق في مثل هذه الأمور. اكتشفت الآن أن كونك لا تصدق أمرا لا يجعله غير موجود. هو موجود لكنك لا تراه، لذا فمن الأفضل أن تصدق كي لا يأتي اليوم الذي تكتشف فيه الحقيقة بالطريقة السيئة، لأنك حينها لن تتمكن من العودة ولن تسنح لك الفرصة للندم. على كل حال، 3 أيام هي كل ما تبقى حتى انتهاء رمضان، الشهر الوحيد والذي يعد بالنسبة لنا وقتا مستقطعا. بعض سكان المنزل سيرحلون إلى الأبد في نهاية الشهر، والبعض الآخر سيأتي بالتأكيد. هكذا كان الحال دوما. أنا فقط من سيبقى هنا، لأنني الوحيد بينهم الذي مات هنا. حين ينتهي الشهر لن أتذكر أنني مت، سأعود إلى حلقة التكرار من جديد، لذا على الأرجح أنا لن أتذكر حتى أنني حكيت هذه الحكاية. لكن رجاء تذكرها أنت، لا تحسبها تخاريف عجائز، لأن الرجل الذي قال لي يوما إن تخاريف العجائز ما هي إلا حديث الشباب، وأن فارق السن هو ما يجعل عقلك يصدق أو يأبى التصديق، لم يكن يعلم أن اليوم سيأتي لأقول أن ما يرويها الموتى ما هو إلا واقع عاشوه حين كانوا أحياء. فقط عقلك يأبى التصديق لأنكم أحياء ولأننا موتى. تمت